مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في لابري ماتش، موعدكم الاسبوعي الرياضي كل نهار اثنين على التلفزيون دي في التي في بلاتفورم ديوان سبور والفا. كالعاده تشاهدوا البرنامج كامل على البلاتفورم ديوان سبور والفا، في المقابل متابعي تلفزيون تي في شاهدوا الجزء الاول فقط كما فسرت لكم العديد من المرات، اللي عندنا فقط على النوميريك ديجيتال اللي عندنا صور حصريه. كالعادة أهم السندجات المرة هذه الجولة الثامنة للرابطة المحترفة الأولى بالصور والتعليق والأرقام، واليوم آخر حصة تدريبية للمنتخب التونسي في رادس قبل السفر إلى جنوب أفريقيا في إطار تصفيات كأس أفريقيا 2025. اليوم ركض مفيولة مطول في الجزء الثاني من الحلقة نظراً للعديد من الأخطاء التحكيمية وكالعادة احتياجات العديد من الأندية. ناصر بديو، أهلا وسهلا. مرحبا معاذ، مرحبا بكم بالحضور، مرحبا السادة المتفرجين، مرحبا حسين، مرحبا، أهلا بك معاذ، مرحبا بالأولاد كل المتابعين لبري ماتش. سي مالك، مرحبا، مبروك التابلات. شريك فيك عايز بلاي، أنت اخترت اللون هذا نتاع التابلات؟ اللون باش نبدلوه كل جمعة. لا لا لا، في قد كان هذاك، هذاك ديوان سبور، هذاك ديوان سبور. مرحبا، كالعادة على يوتيوب نجموا يعلقوا، احنا موجودين على برشا بلاتفورم، على اليوتيوب، على الفيسبوك وغيرهم، كل يلقاو يوتيوب ديوان سبور، على الفيسبوك تلقاونا في البلايص الكل. ديجا كمال نرحبوا به، من يستنى عنده ساعة قالكم على السلامة، عنده ساعة كمال. لا احنا بداو 9 قاعد 8 العشية بنجموا نجي نتفرج في النوفل وبعدها يلقانا احنا. وجدي اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا وسهلا معز، مرحبا بك، مرحبا بالحضور والناس اللي شاركوا فينا الكل. سيد عبد الحبيش، مرحبا بك. أي نبدأ بيك سادة المرحبا، خلينا نبدأ على اللي سهل. الترجي الرياضي الجرجيسي نبدأ مباشرة في جوهر الموضوع، بعد 8 جولات في المرتبة الأولى، هل من حق اليوم حبيت الترجي والملاعبية والمسؤولين متاعه أنهم يطمحوا أنه يفكروا في البطولة وإلا في مرتبة مؤهلة للمشاركات الأفريقية؟ صحيح، وسمعنا بوجلباني يحكي في التصريح، قال حتى حد ما كان يتصور باش نكونوا موجودين في المرتبة هذه بعد 8 جولات. ماهيش سوربريز اليوم، هما ماهيش مفاجأة، لأنهم خدموا بالقدي على رواحهم على المستوى الإداري وعلى المستوى الرياضي. أنيس مدرب محنك، مدرب ذكي جدا، مدرب يعرف وقتاش معناها يطلع البلوك نتاعه ويلعب الكرة باش يسجل ويستحوذ، ويعرف وقتاش أيضا يبدأ الفريق الآخر معناها أونتر بارونتيز أقوى منه فنيا ويولي فهمتني يلعب الكرة المرتدة. أنيس الحقيقة مش باش نقدموه احنا، عنده عديد التجارب التدريبية والفنية والتكتيكية وأيضا كلاعب خليته يتعبى معناها فهمتني، ولا بال خلينا نقولوا لي زونجو يعرف كيفاش يجير المباريات نتاعو. صحيح اليوم الترجي الجرجيسي في المرتبه الاولانيه، لكن هذه خدمه كبيره ايضا على المستوى الاداري، وحكينا قداش مره على الانتدابات لاعبين اللي هما يا لاعبين شبان كيما الجابري من الترجي سنانه من نادي الافريقي، يا لاعبين ايضا فهمتني عندهم مسيره وفيكو في الرابطه المحترفه الاولانيه، بالاضافه الى عديد اللاعبين الاجانب اللي برزوا واعطوا الاضافه، امبروز وفالو مندي، حارس متميز اللي هو شفناه من احسن الحراس واكثر الحراس تصدي. هذه الخلطه هذه الكل عملت فريق متوازن، عملت فريق واقعي، عملت فريق يعرف يربح اطراحه، يعرف يجي حتى من التالي كي يبدا معناها خاسر وعلى ارض المتصدر ماهيش سهله. ما نساوش راهو لعب ضد اولمبي البيج، راهو كانت مباراه القمه معناها مع متصدر الترتيب على ميدانه المفضل واللي لقى فيه برشا اريحيه في مجاز الباب، واللي كان خاسر معناها متقدم عليه هدف مقابل. التستور لعبوا، لا لا لعبوا، لا 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 تبدلت مجاز الباب، رجعوا لا رجعوا رجعوا مجاز الباب، رجعوا 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 مجاز الباب. دونك حبيت نقول عندك حق تغلط، راهو لا تستور وبعد نرجعوا مجاز الباب وبعد نجموا نرجعوا التستور في المقابلة، ما هي عادي. استغربت مو رئيس الرابطة قال حتى ريال مدريد كي جيت تلعب كان في مجاز الباب، ما عنده حق كيفاش بدلوا، عنده حق. دونك رجعوا رجعوا مجاز الباب. دونك حبيت نقول اللي عندهم حق يحلموا أحلام مشروعة وأحلام واقعية، ماهيش أحلام واهية، لكن اليوم ماذا بينا معناها نشوفوا الترجي جرجيس بعد مرحلة الذهاب تبدأ في نفس البلاصة بأكثر خدمة وأكثر مثابرة إن شاء الله. شوف فرحة الآن متاع ملاعبية الترجي الرياضي الجرجيسي، فاش يقولوا كامبيوني كامبيوني الآن الملاعبية تشوفوه مع بعضنا. هل بدات الملاعبية هذيك فاش يلزمهم يتصرفوا الآن بالماتش بالماتش، وإلا يبدلوا الأهداف نتاعهم يقولوا لا نلعبوا الآن على البطولة مثلا؟ هو من حقهم وعزهم، من أكثر من حقهم. شنو الشيء اللي يمنع؟ كان هما إلى حد الآن لعبوا مع الفرق الكل، لعبوا مع الكبار والصغار، لعبوا مع الفرق أسفل الترتيب مع الفرق أعلى الترتيب، كل المباريات تقريبا حقوا نتائج إيجابية، أو حتى كي خسروا مثلا مباراة نادي الإفريقي قدموا مباراة محترمة ومحترمة جدا. دونك اليوم اللاعبين واضح تصريح أنيس بوجلمان شنو قال؟ نلعبوا الماتش بالماتش. هو يشوف روحه كل ماتش يلعب ويحقق نتيجة باهية. لو نحكي على اللاعبين ما عادش نحكي على المدرب، لاعب يلعب
يكمل الماتش نتاعو يروح للدار يغزل الترتيب يبقى يروح الاول يعاود الجمعة يلقى يروح الاول علاش ما نحلمش نلعب انا الماتش كان في الاخر جات مرحبا جات لقب مرحبا جات مسابقه افريقيه مرحبا جاء ترتيب باهي مرحبا المهم نلعبوا من غير ضغوطات من غير حسابات تقريبا مازلنا في البدايه اما نوعا ما بعدوا على مناطق تفادي النزول كمام كي تاخذ 15 نقطه و14 نقطه لا يا ذولي تو ما تجمش تقولوا الكلام هذا بالرجيس تفادي النزول ولا نلعبوا على تفادي النزول في الجيش الكلام هذا ما يتقالش تو معناها الضغوطات نتاع التياح بعدوا عليه تو كل ماتش يلعبوه من غير ضغوطات نلعب باش نربح ووضح معناها بانيس بوجلبان وبالافكتيف اللي عنده يقدروا يربحوا اي ادفرسير مفاجاه ساره وان شاء الله هما والاولمبي البيجي يوصلوا على هذا المنوال. يا نصر انا بالنسبه لي انا معناتها الترجي الزرزيسي يستحق حاجه تحيه معناتها دوبل علاش؟ على خاطر الترجي الزرزيسي عامل راه في الرابطه المحترف الثاني ماناش نحكي على فريق اللي عنده معناتها سنوات معناتها موجود الترجي الزرزيسي في السنوات الاخرى كل كان يلقى صعوبات كبيره عنده اكثر من عام قعد ثلاث سنين ولا اربع سنين في الرابطه المحترفه الثانيه وكل مره كان باش يصعد وما يصعدش السنه كي صعد راهو كان مفاجاه ساره واليوم تصور هذوما نجم نفهمهم علاش نفهمهم خاطر الملاعبيه وقت اللي يعملوا تضحيات ويقاوا رواحهم معناتها في مباريات كبيره معناتها قاعدين يقارعوا في الفرق الكبرى اللي عاده نقولوا احنا يمشي يخسر لكن نشوف اليوم الميريت دوبلوما اليوم في مباراة كيما هذه فما حاجه اخرى مهمه برشا زاده معز نتاع اللي توري العقليه نتاع ترجي الزرزيس انك تكون منهزم في الشوط الاولاني وترجع في الشوط الثاني وتسجل اهداف هذا ما كنا نحكيو على الجمعيات اللي عندها لي تراديسيون باش تلعب على التيتر وهذوما بوادر ايجابيه بالنسبه لي انا ترجي الزرزيسي الفرحه هذه تنجم تنشيني فرحه اخرى لكن لابد زاده كيف كيف انا متاكد الميساج نتاع انيس وخسرت الموع خاطر انيس بالاكسبيريونس اللي عنده لاعب في الاهلي لاعب في سي اس اس لاعب في الكلوب افريكان ينجم يعدي الميساج اللي يقول لهم كل ماتش وماتشوه وردوا بالكم فرحه تخلينا نخرجوا من لوبجيكتيف نتاعنا وظهر لي هذاك الميساج قاعد يوصل. واضح هاي واشتي. بصراحه شيء يعمل كيف فريق ممتاز فريق عنده مدرب ممتاز فما اداره كبيره ممتازه قاعده تتبع في كل كبيره وصغيره الخلطه اللي حكى عليها الدوك توا حاجه باهيه وحاجه تعمل كيف علاش؟ خاطر اليوم معز انت سالتنا وتسالت معناها اسكو فما نفس ينجموا يكملوا ولا اكثر ناس ينجموا يقيموا رواحهم يقيموا انفسهم هما المحيطين بالفريق من احباء ومن اداره ومن لاعبين ومن مدرب اليوم ساسوفوا ليكيب هذايا والاداره قاعده تاخذ لي ماتش ان بارا معناها يقول لك بنجموا نحكموا ولا ما يوفى لالي معناها على الاقل يوفى لالي وقتها نجموا نحكموا بيان سور معز اليوم اذا كنت تلعب كونتر الادفيرسير كوستو تلعب كونتر الاسبيرونس وتقنع وكونتر الكلوب وتقنع ما لقري خاصه كونتر الكلوب السي اس اس وربحت الاولاني ربحت المتصدر باجا في الاكستيريور سا سوفوا فما تلعب ليتوال جمعه الجايه تلعب ليتوال جمعه الجايه دونك امورسو كوستو جمعه الجايه بعدها اي معناها جورني جاي دونك سا سوفوا انه ليكيب فما برشا بيرسوناليتي وفما برشا ملعبيه باهين اليوم نحكيو على لي مويان اللي يخليك تمشي لبعيد هما لي مويان لي مويان شنو هما لي مويان فما فلوس فما دي مويان اخرين معزره ونحكيو على لي مويان دو ريكوبيراسيون نحكيو على لي مويان على 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 كل شيء دير بالفريق اسكو قادرين باش يوظفوا ويوفروا ذي الكل الاخر البطوله ولا تو ديبون لي مويان ولي مويان مش فلوسك هو اليوم رئيس النادي يتكلم الماس سالاريال بين اللاعبين والاطار الفني قال لك ما يفوتوش 70 مليون هذا اللي حكيت عليه يجيو ثلث نتاع ممكن ثم لاعبين يخلصوا ثلث نتاع لاعب في فريق من الدرجه الاولى دونك معناها الماس ريال بين لاعبين وستاف تكنيك مش كبيره برشا نتصور معناها ينجموا يجابوا لنهايه الحنكه دونك وقتاش انت تقول فريق هذايا عنده لومبيسيون عنده الطموح وقت اللي صديقي من باقل مشهرين جاي ميركاتو كي يعمل لك ثلاثه اربع انتدابات موفقين وفي بلاصتهم يجيب ان اكسونتري باهي يجيب وسط ميدان اخر باش يحاول كيفاش يرتح الموجودين ويجيب ان ارير دروا اخر باهي ينجم وقته بالحق يولي فهمت يطمح باش ينافس لا افونتاج اخر زاد فما حاجه اخرى مهمه خليه الراجل قصه على قصه على زاد افونتاج اخر معز اللي هو مهم برشا اليوم ترجي الزرزيسي كل ملاعب تقول له تمشي ترجي الزرزيسي يقول لك نمشي كي تبدا ليكيب راهو تبدا تنجح في النتائج نتاعها كما قلت انت زاد صادق مره ولا وجدي والبلاد محلاها تتعايش تتعايش معناها تجد الزرزيس محلاها ومزيانين ويحبوا العباد سامباتيك سامباتيك ياسر سامباتيك جماعة الزرزيس فما معز نحكيو على اش معناها كيب نفس طويل وتلعب على البطوله وتمشي لاخر وقت فما شخصيه البطل هوني اليوم الملاعبين يلعبوا في الزرزيس متكونين في الترجي وفي السي اس اس وفي النادي الافريقي
معناها فما معناها ما يرزن عليهم شيء. ديجا انت فورمي دون دي غران كلوب اللي البطوله بالنسبه للملاعبيه ذوما كي مشرف الشبري جبري الجنيشي سيف الشرفي سنانه اسامه البحري نتاع سي اس اس معناها راهو فما حتى كومبلكس اذا كان يلعب ويربح ليزادفيرستير الكل ويخلط لبعيد الشامبيونا. واضح هاي مالك حكيتوا على الناس زرجيس المزيانين وحكيتوا على زرجيس المزيانه يمكن الملاعبيه ينجم يقول لك ماتش بار ماتش الرئيس ينجم يقول لك في عقلنا المدرب ينجم يقول لك اما الجمهور اللي في زرجيس تنشوفوا الصور ونتفرجوا الجمهور اللي في زرجيس ما يحكيوش راهو بالحاجات هذوما الكل بالنسبه لهم هما الاولانيين في الشامبيونا بالنسبه لهم هما الفريق نتاعهم هو المتصدر نتاع الترتيب الفريق قاعد يقدم في اداء ممتاز فك الصداره من بيجا في بيجا ربح الاسبيرانس دونك الجماهير نتاع جرجيس صور ممتازه برشا وصلت لنا من جرجيس صور نسبه سبور هذوما نشوفوهم معناتها في جرجيس الجو ممتاز وممتاز على الاخر يعني عباد شيخه بجمعيتها كيف ما قلت ناس طيبه ومحلاهم وزيد لهنا نشوفوهم شيخين بجمعيتهم بالحق تصور هذوما ما لازمش ما نعديهمش اليوم على خاطر محلاها كي تدخل فرحه في برشا بلايص في تونس وديما الكره تفرح مرة فما مدن تتنفس كوره يا جود تلقى مدن معناها تتنفس كوره فما عباد يروحوا بالذمه الجمعيه هذه هي اللي تخليه ساعه جمعه كامله يسحضر في الماتش وبعد موزع احنا لعبنا في زرزيس ونعرفوا اهالي زرزيس ونعرفوا حبهم للترجي زرزيس انا لعبت ايامات كازوز ولعبت ايامات معناتها بالحق للترجي زرزيس من الفرق الكبرى وعلاش فما حاجه هي الياس اسماعيلي زاد كيف احنا فما حاجات اللي مهمه برشا معز نحكيوا عليهم راه على 8 ماتشات ترجي زرزيس ربحها 6 ماتشات متعادله في ماتش وخاسره ماتش هذا نعتبره اكسبلوا ربح 4 ماتشات في التيران نتاعها زاد نعتبرها حاجه ايجابيه برشا وربح 2 ماتش اون ديبلاسمون معناتها كل العلامات الى حد اللحظه هذه تاكد انه ترجي زرزيس في الطريق السوي. واضح فما رساله من وسائل الاعلام الكل من رئيس الترجي الرياضي الجرجيسي مساج نسموه بربي نحب نعدي ميساج صغير عن طريق قناتكم ان شاء الله بربي لكل الاعلاميين بكل لطف كل لطف مثالش اعطوا بربي للليكيبات هذم ترجي زرجيسي باجا الليكيبات الكل الصغار اعطوهم حقهم لوليدات هذم اللي يلعبوا في الكره راهم ما سرقوش راهم ملاعبيه يستحقوا يكونوا في 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 في, في الفرق اللي نقولوا كبيره وكما يستحقوا يكونوا في الليكيب ناسيونال اعطوهم حقهم كيف تناقشوا ماتش ما تناقشوش كيفاش ايكيب كبيره تهزمت مع ايكيب صغيره لا نناقشوا كيفاش ايكيب اللي تسموها صغيره ربحت ليكيب الكبيره. انا لازم اكد لكم ماكمش معني لانه شد لكم جول هنا نبداو بهم لا لا شد جول انا هنا انه ناخذوا الميريت بتاع اللي يربح اسمه ترجي جرجيسي الاولمبي البيجي وغيره وبعد نحكيوا على الفريق المنهزم وعلى اسباب الهزيمه نتاعه، لكن عنده الحق في اللي يقول فيه. بالطبيعه على خاطر ما قلت لك انا بعض الديكلاراسيون حتى الجمعه اللي فاتت في المداخله نتاعنا الكل قلنا انه راهو اليوم ترجي جرجيسي اليوم مش حلم راهو حقيقه، راهو ترجي جرجيسي اكسبلوا خدمه، ناس خدمت البارح زاد كيف سمعت الرئيس كان واقع يقول لك احنا اليوم حاضرين كل المعطيات، اليوم احنا ترجي جرجيسي كما كان يحكي وجدي بكري قال لك راهو انا حاضر اليوم لي بريمير قاعد نعطي فيهم لي سالير كما قال لك الدوك ماهمش كبيره برشا انا اليوم ترجي زرزيس حاضر باش ينجم يكون ان شاء الله في نسخه ايجابيه وان شاء الله يواصل على النسق الفريق طالع من الناسيونال بي معناه من الوطني الثاني اول اوبجيكتيف كما ديما نحكيه هو المانتيا هو الاستمراريه في الرابطه المحترفه الاولى 30 جوله بالحساب لازم بين 28 و32 نقطه بالحساب ترجي زرزيس بعيد 3 انتصارات 19 نقطة يتصدر توا بعيد 3 انتصارات على المانتيان وهذا هو الديسكور لازم يتقال توا نضمنوا المانتيان ما تحكي لي على المانتيان يا ودي ما تحكيش على الترجي لا لا اليوم ما تنقصش ميريت الناس عمان تو كنا كان الراجل يحكي يا ودي ترجي ما نقصش ميريت إلى حد الجولة الثامنة هو بطل تونس إلى حد الجولة الثامنة حتى لين نص يا ما البطولة ما توفاش في الجولة الثامنة راهي كيفاش؟ البطولة توها في 30 أنا توا أنا الأولاني أنا شامبيون لحد توا أنا علاش اللي تحكي عليها مانتيان يا ودي مش مانتيان هذه كيف تلعب على التيتر توا ترجي علاش ما حسبتهاش قداش من نقطة في البطولة مثلا باش تهز البطولة لازم قداش من نقطة بلاش تحسب لها قداش من نقطة لا هو نقول لك هي خاطر قال لك جاي من الرابطة الثانية لا هو أكيد المقدمة مور لا جيستيون بار اوبجيكتيف انت تعرف الاوبجيكتيف الاولاني شنو المانتيا الاوبجيكتيف الثاني نلعبوا على البلاصه الافريقيه الاوبجيكتيف الثالث اي بلوس افينيتي كان وصلنا الغادي كما عملت كايزر سلاوترن كل عام ولا يصرف شنو نقولوا ليه للتيتر خلنا منعوا الساعه
خلنا نلعبوا هالبلاصه يا ودي انا ضد الفكره نتاعك إيه يا ودي شنو انا من جد انا ندرج يا ناصر لازمك ترجع على الثمانينات راه تلقى أيه. فريق أيه. معناه ماهوش من ما بين الظفرين مصنف الاربعه الكبار فاز بالبطوله مسير لعبت على تيتر في 2007 ولعبت على تيتر في 2022 وحتى لاخر جورني حتى لاخر جورني سينو ما نتذكرش واحد من الفرق الاخرى غير ليتوال كلوب لسبيرون سي اس اس توج قلت لك الجورني نرجعوا للثمانينات داري سي بي 84 سي بي والسبعينات 40 عام والسبعينات شوي قروان والله ها. تعرف هي فما جمعيه كسرت القاعده هذه ظهر لي مستير هي اللي كسرت القاعده في الاربع خمس سنين هذوما الاخرانيين لعبت اللي وليت مع رانا احنا ولينا رانا احنا نجموا نطمعوا باش نلعبوا على البطوله ومستير كل عام تلعب علاش خاطر هي تحسنت ولا الاخرين طاحوا هذا السؤال يطرح فما حاجه برهفش نحيلهم الميريتا على خاطر الاخرين طاحوا هذاك على جرجيس الاولاني يا سيدي والله يشد فيك صحيح انا وناظر اليوم بالعكس انا جرجيس نحبه ونتمنى له نوصلوا للاخر فما اخر حاجه انا اخر ملاحظه نتاعي فما حاجات نتاع مدرب فما عين كبيره نتاع ان غرون جوار اللي هو فيتور دان غرون ترونور هو نسبه جلبان العين تفرق هوني في الديتكسيون نتاع الريكروتمون معز ما نتصورش كان فما ملاعب يدخل الترجي جرجيس سنة وانيس بوجلبان ما عطاش الموافقه نتاعو ونعرف انا عندي معناها نعرف انه انيس خدم كيما يلزم خاصه في البريباراسيون ميم لي جوار انيس لو جونر اللي يهز ويسال على الملاعبيه ميم لو كومبورتمون نتاع الملاعب قبل ما يجيبو قبل الكوتي التكنيك التكتيك يسال حتى على الكومبورتمون اسكو الملاعب بوزيتيف في الجروب ولا اليوم انا ما نجمش نتعدى اليوم وما نجمش نحكي على على الخلطه زاده مره اخرى دي جوار فما دي جون جوار اللي قاعدين يكونفيرميو في جرجيس كيما الجنيشي اليوم الجنيشي راهو تكتيكمون عامل رول كبير برشا معز في جرجيس عندك اشرف الجبري تري ديزيزيف تري ديزيزيف ان غران بيوتور انه هو على حسب ديكلاراسيون العمل قال حتى المدرب الوطني كان اتصل بيه وكان بروبوزي باش يكون في القائمه نتاع المنتخب ما نجمش نتعدى زاده لي جور ديكسبيريونس الكوني خلف كوني خلف نعرفه بيرسونيلمون دربته عامين في تطاوين ان جور اللي يعمل لك اكيليبر كبير برشا في الميليو كوني خلفه يلعب في لي جون في الكلوب افريكان مشى لعب عمل اكسبيريونس في المستير تطاوين والتطاوين وسنا يعمل في رول اللي تعدى وسيف الشرف وراشد اكيد ويونس راشد مؤمن الرحماني كل برشا ملاعبيه مالك اي عطيتو حق جرجيس عطيتو حق تابليت جديده معناتها اي حق تابليت جديده فما كومنتريات موجوده معناتها الحاجه المزيانه ثبت لي عشان ما تصبش كيما بالتليفون كيما بالتليفون يقول لي هاي وانا ما خليتش الاوراق بعد ما نكمل ليميسيون استقرا معاك قدامك التابليت عماد من المغرب اسكندر من التشيك الحاجه المزيانه اللي تفرجوا فينا بارتو فما الكومنتريات اللي يحكيو قال لك ترى جرجيس لولا لكن ولا يلعب في المنتخب موضوع باش نرجعوا له بعد شويه لكن الكومنتير الابرز جاني من مهدي قال لي يا ناصر اليوم الكوستيم مزيان عايشك زايدنا ايام قال لك لا هو مشي لي للناصر ما نعرفش يا مهدي زعما غارف على اصحابه في التشيك في المغرب الكل يبعثوا له كل هو يا ناصر عليه الناصر مزيان الاناق الناصر اسمعني ال 20% ما فلتهاش قال لك كل جمعه غادي ك 20% غادي هو غادي لا بالحق بالنسبه لمزارو ميلان وانا واحد من الناس تو بعث صحابي الكل البعض منه اللي ما قضاش قال 20% مشى عبى الجاردروب نتاعو وشيخ من عند مزارو ميلان وانا ننصحكم باش تمشي تقضيه من عند مزارو ميلان تلقاو عنده السبور شيك حلو برشا حسام زاد هذول إيه حسام خذيت خذيت دوزه باهي انا من هنا لاخر العام تهني خذيتهم مره واحده اي باش نذكروك اللي احنا في باجا ها بالصوره هذه توريك اللي احنا في باجا بالضبط مشينا نهار الخميس كنا متوقعين دعوتنا ربيع ربيع الحمري للمنتخب دونك مشينا نهار الخميس وحضرنا مع ربيع الحمري كيفاش عاش بالضبط الدعوه ذي وكيفاش عاش الاجواء وصحابه كانوا معاه والملاعبيه كانوا معاه كنا اجرينا معاه حوار قصير حكينا شويه مع ربيع الحمري هذا كان الحوار هون عنده صاحبه يبيع تو يهزك من بعد وانت شكون باش يهزك بالكيبريسيونير خاطر نحن تو 11 غير الربع وربع ساعة ونشوفوا الليستة بتاع المنتخب اللي من المتوقع مثلا أنا ديبلاسيت الباجة على خاطر من المتوقع أنك أنت بس تكون موجود فيها إن شاء الله تكون دعوة أول دعوة لي المنتخب وإن شاء الله نقود نكون في قد المستوى ونقدم الإضافة ربيع الحمري هيثم الشويني الولاد سايق ان شاء الله مبروك عليك عايشك عايشك
بيان سور حلم واحد يحب اي جوار يمكن يتمنى يمشي ليكيب ناسيونال. انا حلمي من انا صغير نحب نمشي ليكيب ناسيونال، الحمد لله حققته حلمي مش بالسهل بعد التعب هذا الكل. نشوف في روحي حاضر باش نعاون ليكيب ناسيونال ونجم نقدم الاضافه، ونشكر الاطار الفني للمنتخب اللي عطى فيا الثقه، وزاد الفضل يرجع الاولمبي البيجي اللي خليني حاضر وخليني ديما موجود. لا صحيح العامين الاخرانيين التجربه ما كانتش ناجحه في الملعب التونسي، يمكن الاصابه جاتني اصابه ذيك عليه، وبعض المسؤولين ما تفهمتش معاهم هذيك عليه ما كانتش ناجحه. ماتش بار ماتش ما خموش في الشامبيونات، خاطر راك تشوف الشامبيونات روحها طويله لازمتها برشا حاجات، احنا كل ماتش وماتشوه حتى الامور ماديه ما عادش نحكيو برشا، هذاك علاش احنا مازلنا الاولانيين. والله فما عروض فما اتصالات اما مش رسميه، توا كتشوف واحد يكمل يخدم على روحه، مازال ماتش نهار السبت كونتر جرجيس لازم نكون مركز فيه، وزاد زوز ماتشات مع ليكيب ناسيونال، ومن بعد كان جات حاجه على شلي. كان هذا اللقاء نهار الخميس، نهار الاعلان على القائمه وقت اسمع ربيع الحمد. يظهر لي ناس في البلاتو هذا اكثر اسم متعاود في الاربع حلقات اللي فاتت هو ربيع الحمري، دعوه مستحقه ما تستحقش اي ناصر. انا بالنسبه لي انا معناتها اليوم فما حاجه معزه اللي ديما نقولها، الملاعبيه هذوما خاصه الملاعبيه اللي ما خذاوش فرصه في ليكيب ناسيونال، اليوم كي تجي اوبورتونيتي ويتالق ويمشي ليكيب ناسيونال بالعكس سي دو موتيفاسيون، هذه تخلي الملاعبيه الصغار يخدموا ينجموا يحلموا، هي ليكيب ناسيونال حلمه، كل ملاعب كي يبدا يلعب في الكوره اول اوبجيكتيف يقول لك تحب تتمنى، يقول لك نلبس الدرابو نتاع تونس ونمشي نمثل تونس. اليوم سي موتيفاسيون ربيع الحمري الحق يستاهل الدعوه هذه بالكومبورتمون اللي عمله بالمردود اللي عمله يستاهل معناتها بالاضافه الكبيره اللي عملها. ناصر بدون ذكر الاسامي لازم يكون بوان دو ديبار مش بوان داريفي، اش معناه؟ نقطة بداية باش يعطي أكثر، باش يبرز أكثر، باش يعاون ليكيب ناسيونال، علاش؟ بدون ذكر الأسامي، فما لاعبين مشاو من الكلوب أفريكا، من ليتوال، ومن ليسبيرونس، عملوا أون دو زاباريسيون في ليكيب ناسيونال، ومردودهم طاح في البطولة وما رجعوش. إيوا علاش ما تحبش تذكر الأسماء؟ قلت لي؟ وعلاش ما تحبش تذكر الأسماء؟ لا نعرفوهم الأسماء. لازمنا نحلوا عملنا باش نقارنوا باش كذا. زعلوني، مشاو وما رجعوش، هذوما لازم يزيدوا يعطيوا أكثر. ما نعطيك الاسماء هما مانيش نحكي بالمطلق فهمني عادي بالعكس لازمهم يعطيو اكثر كريستو من الاكيبات الكل نحكي معناها لازم يمشي في بالك اللي كونه كي تمشي ليكيب ناسيونال هذيك مش نقطة وصول نقطة بداية هزيتنا ليكيب ناسيونال القائمة حسين القائمة عندك مؤاخذات عليها فم لعبية كارها موجودة مش موجودة فم لعبية موجودة كارها مش موجودة هو شوف ديما ثم نقاشات في العالم كله مهما تكون معناها هذه الآراء تختلف حاجة بركة واحد يقولها إن شاء الله الأسماء الموجودة تعطينا وجه آخر خاطر اليوم عندنا سنوات وإحنا نحكيو على القوائم وهذا حيستحق وهذا ما يستحقش وفي الآخر تبدلوا القوائم الكل والأداء لم يتغير والنتائج لم تتغير والنتائج الهزيله خروجنا من كاس افريقيا من الدور الاول شهدنا المباريات الفارطه كل ولينا نخسروا معناها مع منتخبات مع جزر القمر في رادس ونعانيو مع غامبيا ونعانيو مع ناميبيا ونعانيو دونك اليوم ان شاء الله الموجودين يثبتوا انهم يستحقوا وجودهم في القائمه هذه وان شاء الله اللي يستاهل واللي يستحق هو اللي يكون موجود في الملعب المؤاخذه الوحيده عندي مؤاخذه وحيده هو سمعنا اخيرا غياب نادر الغندري شنو هو الاسباب موضوع ما يخصنيش المهم غير موجود في القائمه اللي على الاقل اللي نعرفه في كره القدم واللي متداول به في العالم الكل وقت اللي تعمل قائمه تعمل ثلاثه حراس اربعه في الاكس اثنين اظهر يمين اثنين يسار اثنين لاعبين ارتكاز اثنين وسط ميدان هجومي اثنين اجنحه اثنين مهاجم كل بوست وعنده ريبلاسون نتاعو وقت اللي يخرج قلب دفاع باش كنت تعوضه قلب دفاع قلب دفاع أنا نستغرب يخرج قلب دفاع يتعوض بظهير يمين باش تقول لي ما ثماش قلوب دفاع بارزة سامحني
عندك ونسمي لك ونعطيك الاسماء على الاقل اللي قدامي شوي. مثلا النادي الافريقي احسن دفاع في البطوله التونسيه، بن عبده 8 مباريات 8 اساسي، موسم الفارض بن عبده عمل موسم اكسيلون مع الملعب التونسي، معناها من عمناه والسناء وهو اداء مستقر، كان ينجم يكون موجود. الصحراوي تاع الملعب التونسي باش نقص عليك، وبن عبده هو الديفونسور الوحيد في تونس يلعب باليسار. معناتها زاده، معناتها راهو معناتها الصحراوي ديفونسور في الكيب الصحراوي يلعب. الصحراوي تاع الملعب التونسي عامله عام ممتاز والسنه بدايه موسم ممتازه. الميلادي نتاع الاتحاد المونستيري قاعد يعمل في موسم تقريبا دون اخطاء. هذوما ثلاثه اموال جاوا توا في مخي، انت عندك ليزاكسيون وبرزيل وخرج لك اكسيال، تمشي تعيط اري دروا صراحة مانيش فاهم علاش. أنا باش نكمل، باش نبدا منين كمل حسام توا، أبار لي جوار اللي سماهم حسام، اليوم نحكيو احنا على باجر جرجيس، متصدرين البطولة. معناها شكون المدافعين في باجا؟ عندك عزيز الكناني. اسكندر صغير. عندك عزيز الكناني واسكندر صغير، دو جوار اللي جمعيتهم اليوم كلاسي دوزيام كانت في المرتبة الأولى. جرجيس عندك لو جوار اللي عامل ليكليبر كله هو خليل القنيشي. معناها جمعية الأولى في الكلاسمون وما فما حتى ملاعب في ليكيب ناسيونال بوان ديتيروغاسيون. بون شوف أي قائمة فيها وعليها. معناها ما نجموش نتفاهموا على الناس الكل، معناها باش نتفاهموا على الأسامي الموجودة. بيرسونيلمون حسب رأيي فما أسامي عادية وجودها معناها ضروري وعادي، فما غيابات زادة كانت لازم تكون موجودة، معناها الغيابات. فما أسامي الحقيقة أعطينا وجدي. كل الاسامي اللي كانت تراها موجوده لا موجوده، معناها الاسامي اللي غايبه معناها لا، معناها من المفروض ان هي تكون غايبه معناها. اوكي سامي هلال كان ينجم يكون موجود، تكلمنا عليه برشا نسكل. سامي هلال كان ينجم يكون موجود، يعدي في عامين اكسبسيونيل وراجع فهمتي اون بونت اسوندونت وبراتيكمون سي دو سون فوت. تتذكروش عمل لي فوت فلاغرونت، تتذكروش هدي بونتو، تتذكروش غلط غلطه كبيره بوندون دو زون. تو احنا شنو نقولوا؟ نقولوا مش لاعب يعمل ثلاث اربع ماتشات نجيو له، لكن اليوم سامي هلال عامل عامين 70 مباراة، راهو المرة اللي فاتت خرجنا الستات نتاعو في 70 مباراة يلايتي تري بيرفورمان. ما كانش شكون دوك؟ شو ما كان شكون؟ ما كان معز بن شريفية. شو ما كان؟ سامحني لا نحب نسأل. لا علاش؟ لأنه معز بن شريفية عدى عامين. أنا معز ما يستحقش كيما سونار. لا مش ما يستحقش، أما هو في الفريق. لا دي بال الحراس هذا هو في شو قاعد يتعاون يتكرر كل عام. كل عام. علاش مشينا لمعز بن شريفية؟ بالضبط. علاش مزدحمين؟ علاش مشينا لمعز بن شريفية؟ بالضبط. علاش باهي كي نحكيو باللوجيك، عندنا مميش الحارس الاول للمنتخب وتفهمنا فيه واتفقنا وقلنا خلي ما عادش حارس وقلنا خلي ما نبدلوش، قلنا خلي ما نبدلوش على خاطر اليوم حسب ما نشوف معز بالروندمون هذا حقق الحق اليوم لا بيرفورمانس اليوم بالنسبه لي انا ايمن دحمان يستاهل جارديان تاع الكيب ناسيونال. قيس العقومي مثلا في الندوه الصحفيه قال وجود بن شريفية باش يعاون برشا مميش، معناها عنده اسباب للاختيارات هذه. هو فانا انا واحد من الناس نجم نلقى له ارجيومون، لكن زاد كيف مع الدكتور وقت اللي تشوف حارس الملعب التونسي يتعلق اكثر من عامين نجم تعيط له قبل. اما اليوم بحقق الحق اليوم مردود دحمان ومردود مميش اليوم باليوم كما في الدرجه اللي نحكي فيها انا لحقيه ايمن دحمان يرجع جارديان. دحمان في الماتش يمكن انا كنت حاضر في مباراه الاتحاد المنستيري ودحمان عدى ماتش معناتها قوي برشا وفسخ بونت وجاب النقطه نتاع المباراه للاتحاد للنادي الرياضي الصفاقسي، لكن حبيت نرجع يرجع لك ناسيونال عندي حبيت نرجع للنقطه ولليسته معناتها لهنا نحكيو على وجود بن شريفية اللي باش يعاون برشا مميش واللي يمكن الحجه اللي استعملها قيس اليعقوبي خلى الناس الكل تتوجه وتعلق على دعوه بن شريفية. برشا كلام اخر قالوا قيس اليعقوبي في الكونفرنس دو بريس كيف القائمه ذي خفت فيها ربي يعني. فما كلام اخر قالوا على فرجاني ساسي ويوسف المساكني، يمكن تحيه قيس اليعقوبي اول مدرب يخرج في كونفرنس دو بريس ويقول غياب المساكني وغياب الفرجاني اختيارات فنيه مني انا، وبعيد برشا مستوى يوسف المساكني اليوم على المنتخب، على خاطر قبل تعودنا كي غيب يوسف المساكني على المنتخب تكون يعني اللوجيك ماهيش نجم يقول زاده بن شريفية وجوده لانه يستحق. بالضبط كان باش تحكي على السبور والمعاونه، هذا حتى انا نقول لك المساكني وفرجاني سيزي كان نجموا يعاونوا ولا تشغل هذا كيب ناسيونال ماهيش بيبي سيتر، مش نجيبوا لاعبين باش يونكادري ولا يعاونوا لاعبين اخرين. اللاعب لازم يكون موجود في المنتخب، لازم يكون على حقية. المره اللي فاتت فوزي البنزرتي انا ذول غياب صخيري تشقال قال تمنيت صخيري وقلت له ايجا احضر فقط مع الملاعبيه. لا راهو ليكيب ناسيونال راهي استحقاق استحقاق مع الملاعبيه ايش قلت استحقاق مضروب اللي عاتي روندمون. تقول لي بن شريفية يستحق تقول لي انت حسب رايك المساكني ولا فرجيني ما يستحقوش، انت حر قول ما يستحقوش، اما مش كل واحد تعطيه عذر.
نقطة صغيرة، الفرجاني راهو عنده تروازيام كارتون ومش باش ينجم يلعب الماتش الأول، دونك خير ما يجيبوش جوست على الماتش الثاني، معناتها غيابه كان اليوم كانت الحصة التدريبية الأخرانية اليوم في راد زميلنا وليد الجبيلي كان واكبها. ألو وليد، مساء الخير. وليد باه، حاضر وليد ولا مش حاضر؟ شوية وقت باه. حاضر وليد، داي وليد لك الكلمة تفضل. يا وليد غزل لي أنا يوقف في تاكسي مش يسمع فيه وليد إلا وش كنت تقول هذاك أي مقر إقامة المنتخب ليلة الرحلة ليلة راهو نمشيو لجنوب فريق جنوب فريق واش جاي بون اليوم وكأننا نحكيو من قبيلة على لي غارديان وكأن ديجا احنا صنفنا معز كحار ثالث وعيب ما يجيش التصريح نتاع المدرب اليوم وقت اللي يقول معز باش يعطي اش قال هو معناها باش ينكدري باش يعاون باش ينكدري باش يعطر هون يراو فما يا بالتصريح هذايا فسخ معز وحطوا اور كونكورونس يا بالتصريح هذايا فسخ دحمان وحط معز ينجم في الكونكورونس مع مميش فهمت يا معز هو يعاون ما تجيش ما تقالش انا اليوم ينجم يجي مدرب يحط معز بن سيفي كحارس اول الفيكيو نتاعو ديجا انترناسيونال شد برشا شد كوب دافريك شد مشي كوب دي موند موجود لاعب في المنتخب لاعب كونفيرمي معز بوركوا با نجم يكون حارس اول اليوم ناصر قبيل انت تحكي على مميش الاخطاء اكيد انت تنجم تقيم الحراس خير من الناس الكل سا سي سور فما كلمه اخرى قالت في الكونفيرونس اليوم برشا اليوم ناصر اليوم ناصر وقت اللي نحكيو على الاخطاء نتاع مميش ماهيش اخطاء فنيه ولا اخطاء تكتيكيه صحيح انه في اخر ثلاثة اشهر غلط ثلاثة اخطاء كبيره برشا كانت مصيريه صحيح انه قاعد يتعلم صحيح انه وراه جمهور كبير خلينا نكمل لك الناس خلينا نكمل لك الناس صحيح انه وراه جمهور كبير الاسبيرانس وراه وراه فريق كبير وراه كونكيرون كبير اللي هو هذا ما يمنعش هذا ليه وكانه انت حطيت دحمان وحارس اول اي بالطبيعه ناحية مميش باللوجيك تو ما ينجمش انا نقول لك لا خليني نقول لك بالنسبه لي انا اليوم اي انسان يتفرج في الكوره ويتفرج في النادي الصفاقسي ويتفرج في الترجي الرياضي التونسي العين اللي تشوف شكون اللي مالو كاجي اكثر معناتها في الحضور نتاعو الذهني والبدني والتحب سيرتو لي بلون شكون اللي يعطيك اريحيه وقت اللي تشوف الجارديان اليوم ايمن دحمان يستاهل البلاصه هذه خلينا نرجع لوليد الجبيلي وليد مساء الخير مساء النور معز مرحبا بكم بكل الحضور معك في الاستوديو وبسادة المشاهدين احنا تو في مقر اقامه المنتخب معز في انتظار انهم ينطلقوا من مقر اقامتهم في اتجاه مطار تونس كارتاج وقتاش الرحله مبرمجه وليد بالمفروض الرحله مبرمجه الساعه 10 دونك مقبله شويه خرجوا الباسبورات ولي باجاج سبقوا للمطار في انتظار انهم الجوارات يخرجوا للحافله نشوف فيها ورانا يتجهوا لمطار تونس كارتاج الرحله العشرة يوصلوا لجوهانسبورغ ال11 بتوقيت تونس وتستنى فيهم رحله بريتوريا لمده ساعه ونص هكاك به هاي حضرت الحصه التدريبيه للمنتخب التونسي كيفاش كانت الاجواء حكيت مع الملاعبيه شنو التصريحات نتاعها التصريحات الملاعبيه فيها جانب كبير من المسؤوليه واحساس بالضغط نتاع المقابلات اللي جايين بالخاص المقابله هذه يحبوا دحمان ولا ياسين مرياح قالوا انه مش نعملوا باش يجيبوا ورقه الترشح في المقابله هذه الكوتش عثمان نجار كيف قال انه الهدف نتاع الطاقم الفني هذا انه يرشح تونس ويجيب ورقه الترشح اللي كان المغرب 2025 فما جديه كبيره اليوم في التدريبات في الانكس نتاع رادس والناس الكل نوعا ما عندها احساس بالمسؤوليه عالي واضح شكرا لك وليد نرجع لك بعد قليل نتابعوا بعضنا المنتخب الوطني اول ما يخلط للمطار ناخذوا تصريحات الملاعبيه في الحصه التدريبيه وبعد نرجع بون ما نساوش فما تاثير في الجروب على خاطر سي قيس وسي عثمان معناتها خدموا معنا الستاج اللي فاتت دونك يعرفونا مليح ونعرفوهم دونك كيما قلت لك المهم توا مصلحه المنتخب الناس كل ليد في ليد كجواريات كستاف دعوه غربال اكيد من اللاعبين اللي موجودين في الاستيلارجي ما استدعيناش لاعب معناتها ماناش قاعدين نتبعوا فيه بطبيعه الحال تواجده كان معناتها على ظل في ظل التالق نتاعه في البطوله
C'est un honneur de, d'avoir été appelé pour ce rassemblement. Je suis très très fier. Ma famille est fière aussi. Et je suis honoré de pouvoir porter ce maillot. Et Inch'Allah, je pourrai le porter avec fierté dans ces deux matchs. نرجع نحكي على المنتخب التونسي نهار الاثنين الجاي في حلقة باش نبداوها مأخر العشرة بعد نهاية المباراة ونشوفوا اختيارات قيس اليعقوبي كانت في محل أم لا. يعني عندكم كلمة على المنتخب نزلت كلمة أخيرة ما كانش خلينا ناخذ فاصل شهر. بالنسبة لي أنا إن شاء الله المنتخب ينجح وإن شاء الله قيس اليعقوبي اختياراته اللي هو يتحمل مسؤوليتها إن شاء الله تنجح وتعطينا الكاليفيكيشن. فاصل شهر. 12 لاعب تبدلوا من القائمة اللي فاتت. فاتت 12. فما فكر آخر كوسوسوا هو حب مع سي فوزي ومعناها سي فوزي ما عطاش لاكور اللاعبين والا راه اللي فما لاعبين ما مشاوش بدلهم الربح يعدي ما تستناش الماتش الاخراني ما تربحش عندك فينال في دور نرجع مازلنا باش نرجعوا للبطوله ورابطه المحترفه الاولى لكن بعد فاصل قصير. مرحبا بكم من جديد في لابريماتش نمشيو نكملوا مقابلات البطوله مباراه النادي الرياضي البنزرتي والنجم الرياضي الساحلي فوز النجم الرياضي الساحلي خارج ميدان وبعد 11 نشهر نبدا بك حسام مدى اهميه هذا الانتصار لمعنويات اللاعبين الان النجم الرياضي الساحلي اكيد معناها الوضعيه اللي كان فيها النجم الرياضي الساحلي وضعيه محيره وضعيه مقلقه ودخلت برشا شك معناها في احباء النجم الرياضي الساحلي وحتى في الاداره وفي اللاعبين وفي المدرب معناها غير معقول انك تشاهد النجم الرياضي الساحلي في هذا الترتيب مهما تكون الصعوبات اوكي انت تبات متاخره لاعبين مش حاضرين تغيير مدربين اداره هي تسيريه كل هذا واضح لكن الترتيب غير منطقي احنا حلاوه كره القدم لما يكونوا معنا 6-7 فرق اللي متعوده تكون قراب على بعد 3 نقاط 4 نقاط انت مع الترتيب هذا كان جات كذلك نجم الرياضي الساحلي قريبه راهو الترتيب راهو البطوله اسخن واحلى بعد الضغوطات اللي صارت خاصه الاسبوع الفارق وخساره مباراه كلاسيكو كان واجب على نجم الرياضي الساحلي يرجع ب3 نقاط واضح مباراه صعبه في ملعب صعب نادي الرياضي بنزرت يمر بفتره صعبه كذلك انك تجيب 3 نقاط من بنزرت في وضعيه السيابي غير سهله كذلك انا فرحان برشا للاهداف اللي سجلوهم الغدامسي والنوالي خاطر انتقادات كبيره وكبيره جدا وهؤلاء لاعبين انا نحب اللاعبين اللي ينتقدوا اما ما يجاوبوش يجاوبوا في الملعب اليوم جاوبوا في الملعب ان شاء الله بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي 3 نقاط هذه تكون انطلاقه الموسم نتاعو وجه مهمين ياسر للنجم 3 نقاط هذوما وواضح مليح حتى بعد المباراه فرحه كبيره من لعبيه النجم الرياضي الساحلي مهمين برشا 3 نقاط الاكستيريور مهمين ومهمين برشا انا ما عندي حتى ادنى شك في رجوع النجم الرياضي الساحلي للعب على البطوله خليني نقول لك مهما تعديت بالظروف الخايبه ماديا وكرويا ورياضيا لكن عرقت الفريق واسم النجم الرياضي الساحلي في حد ذاته ما ينجم يلعب كان والقدر نتاعو يلعب كان على الالقاب والبطولات اليوم الربح هذا باش ينفس الناس الكل باش يخلي الفريق يرجع يكربيوري يرجع ياخذ كونفيونس كبيره برشا يخلي زاد المكشر والليتار الفني يخدم في اريحيه خاصه توا قدامهم تراف ينجم يخدم كما يلزم يتعرف على اللاعبين خاصه الثقه اهم شيء في الكره الثقه معز وقت اللي تربح سي ابي في بنزرت قدام جمهور هذاك الكبير نتاع سي ابي ما تنجم كان تكسب برشا ثقه تخليك تمشي لقدام اليوم جمعه التالي نحكيو النجم الرياضي الساحلي 5 نقاط في اسفل الترتيب ماتش يخليك 8 نقاط ماكش بعيد برشا على اللي قدامك دو بوتيتر ليكيب توا اللي تونشيني دو تروا فيكتوار تلقى روحها في مراتب متقدمه الربح هذا باش يعطي ما نكثروش ما نجموش نقول النجم الرياضي الساحلي باش ينافس على البطوله اليوم اصبح فارق النقاط كبير وكبير برشا مش فريق واحد ثم 6 ولا 7 فرق معنا بعدت عليه معنا ب7 و8 و9 نقاط قداش عنده 7 نقاط من الساحلي 8 نقاط والمرتبه الاولى 19 معنا 11 نقطه عادي حسين فما 66 نقطه مازال قول لا لا قول لي نفس على مراتب افريقيه ما مازالش سامحني مازالش الريتور برك نجم نقول لك مازال عندنا انتدابات مازال فما زبي ديجا زبي ربيع خرج وتكلم قال الموسم هذا رانا ماناش باش ننافسوا على البطوله قال بعد الخساره مع ترجي اي نحكي لك انا بعد قال ما نشبش نفسه على البطوله، هذا رئيس النادي. وثاني شيء راهو كي باش نقولوا راهو باش ينافس على البطوله، راهو باش ندخلوا عليه بريسيون زايده. اليوم النجم الرياضي الساحلي انا متاكد 90% 99% نقولش نسبه كبيره من جماهيره تقول لك اعطيني نخرج من الفتره هذه ونعمل موسم به ونحضر فريق للموسم القادم، انه ينافس على البطوله. اخر حاجه يغزر لها محبي النجم الرياضي الساحلي تو والاطار الفني والاداري هو نفس على البطوله لا هو الترتيب لا مش منافس على البطوله ما نحكيوش تو انا ايش قلت لك بعد لا ليه ديما نحكيو اخر حاجه تو في الجوله الثامنه
يخرجوا للكلاسمون. الكلاسمون ليهم هما توا واللي يحب النجم الساحلي كل ما يعني حتى شيء. علاش؟ لانه يعني انت كنت في فتره صعبه وصعبه للغايه. انت شيت بفوز مستحق بعد 60 دقيقه ممتازه ضد الترجي هذه التونسي. باهي. لقيت روحك ناقص بدنيا مع كلكو اخطاء غلطت خسرت مش مشكل. ماتش هذا النجم ورا ورا فوليوم دو جو مريناشي في سبع مباريات الاولانيين. معناها كل خلطه كما ديما نحكيو عليها مع الاولاد ستة سبعة لاعبين تاع عمناول فريشور فيزيك عندهم مع أربعة منتدبين جدد بداو يلقاو في الريتم. النجم خلق سبعة ثمانية فرص صنعها للتسجيل ما كانش يعمل في زوز وثلاثة راه في أول سيزون. دونك فما نقلة نوعية فما خدمة قاعدة تصير تحسن كبير تحسن كبير يعطيك صح. هذا لازمنا نثمنوه. وآخر حاجة الملعب ومش الكالكولاتريس خاطر الكالكولاتريس يدخل لك الضغط. ألعب باش تصور نقاط وبعد الحساب يجيب هاي مالك وجهك نصر. حبيت نحكي شويه على تصريح محمد بكسر الجمعه اللي فاتت كان تتفكروا كيف اتاكا شويه الملاعبيه نتاعو. فما تصريح الاسبوع هذا كان نمشيو نسمعوه وبعد نرجعوا للبلاتو نحكيوا عليه اكثر. شوف فما برشا ناس برشا ناس قاعدوا يلوم. انا بيرسونيلمون راني قاري كوميونيكاسيون معناتها عامل فورماسيون في الكوميونيكاسيون نعرف كيفاش نكلم ملاعبيتي وراو الملاعبي التونسي اون جينيرال في كل مره ويمشي نسيسوه 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 معنا وين نمشيو. دي فوا وقت اللي يستاهل باش تشكروا وباش عمري ما لومت ملاعبي يضيع كره راس راس. راكم شفتوا اليوم شوات شفتوا راقي العواني 2 متر شبكه فارغه ما كلمتهمش حتى في الميتون ولا ما حكيت معاهم ولا حتى شيء بالعكس شكرتهم الناس الكل. لكن اللوم الملاعبي اللي يتمشى ما يعملش معاك مجهود هذا كان فماش معناتها اليوم الكره ما ترحمش ويلعب في فريق كبير جمهوره ما يرحمش ملاعبي يتمشى ما عندوش بلاصه معنا ونعاود نقول نفس الكلام. لكن تقول لي كره ومجهود المجهود فما ملاعبيه قاعدين يعملوا في مجهود فما ملاعبيه قاعدين يعطيو فينا في اضافه كبيره وعلى عكس فما ملاعبيه اخرين اللي قاعدين يتمشوا. عدينا لهم الميساج ان شاء الله يفهموه كان فهموه تو يكملوا يبقوا معنا ويخدموا على روحهم ومرحبا بهم وما صار حتى شيء خاطر عباره كانوا اخواتي صغار ولا اولادي. اذا كان ما فهموش بيان سور يمشي على روحه وتوجهوا ملاعبيه اخرين. فيري واضح النص. لا كلام الاسبوع الفارط كنتوا الكل الخمسه مجمعين في البلاتو على انه محمد المكشر ما كاروش قال الكلام هذاك في حق ملاعبيته. قال لك لا انا راني نفهم في كوميونيكاسيون قاري كوميونيكاسيون وهذاك شنو يلزم يقوله الملاعبيه نتاعي ويمشيوا في الـ في الـ في الميدان والكلام مازال موجه لهم واذا كان مشي وصلوا راه ما عندهمش بلاصه. واحنا زاد شنو غلط في الكلام هذا واحنا نفهموا شويه زاد كوره وعندنا شويه تجربه زاد باش نجموا نحلوا الكلام اللي يتقال واللي ما يتقالش. يتقال الكلام ويتقال اكثر من هكاك لكن انا نخير تقولوا تقولوا في الفيستير قولوا ما بينك وبين الملاعبيه كاملين فيهم اللي تحب. قلناش ما تقولوش احنا اما انت دو بريفيرونس قولوا في الفيسير وقولوا من تحب. انت راك اليوم مردودك هكا وبرا قول ايش تحب هذاك انا ما عنديش مهمه انا محمد راني نحبه ونامن به وعنده امكانيات كبيره محمد في وقت من الاوقات معناتها انا واحد من الناس كنت يتمنى باش يراني حتى سيسيس على خاطر اما زاد كيف كي واحد يغلط يقول غلط ما يقلقنيش زاد كيف انا اليوم بالنسبه للنجم الساحلي اليوم مشيت للمباراه اللي ما يلزمهاش معناتها حتى نتيجه تعادل ما تكفيهاش. نجم الساحلي كي مشات للسيابي ضد السيابي تعرف هي بيده مجروحه مستحقه الريزلتا. اليوم فما رده فعل فما دي شونجمون عملها من لونترونور فما ليكيب قاعده كربيري خلقت فرص زوز اهداف كانوا مزيانين حلوين بلاريتي حلوه برشا مزيانه برشا عندنا برشا ما شفناهاش في البطوله نتاعنا. هذا من كل المؤشرات نعتبرهم ايجابيه باش يرجع النجم الساحلي لبلاصته. راهو النجم الساحلي ما نجمش نشوفه في المراتب التاسعه والثامنه والعاشره ما نجمش نشوف النجم الساحلي بعد تسعه جولات وثمانيه جولات عنده خمسه نقاط ثمانية يا راجل توا ولا سبعه في الجوله السابعه عنده خمسه نقاط توا ولات عنده ثمانيه نقاط ماذا بيا نشوف النجم الساحلي في احسن حالته. سامي جديد قال لي يا ملك يا اخي ماكش لاهي بالكومنتريات نرجعوا يا سامي وانا جاي للكومنتريات راه فما زاد النجم يحبوا يعطيوا رايهم. سينا حبيت نرجع للمباراه وكانت فما كونفرساسيون صغيره بين محمد المكشر وحكم المباراه مروان قاره اللي مشى الماتش ما فلت حتى شيء معز. دونك نشوفوا اش قال محمد المكشر للحكم نتاع المباراه ونرجع للبلاتو.
ترجم لكم انت ترجم لنا بالله ترجم لكم حكم المباراه قالوا والله جاي من الاول فما ذكاء اصطناعي مش بين المدرب والحكم يا راجل في الستاد دونك في احنا لا رينا ذكاء اصطناعي ولا فما ذكاء اصطناعي انا ما ريتش وما سمعتش فما موزيكا كيف هكاك حاسينه دونك محمد مكسر كان غاضب شويه من قرارات الحكم والحكم قال والله يخرجك محمد مكسر من بعد توجه الكاميرا وقال لهم الاربيتراج اللي عندكم ما الاربيتراج وتنرجعوا بعد معز الناس الكل تحتج على الحكم حتى النادي الرياضي البنزرتي كان فما احتجاجات كبيره وقاموا حتى بالاتصال بنا المسؤولين من النادي الرياضي البنزرتي للتعبير عن احتجاجهم الكبير على حكم المباراه اللي بالنسبه لهم اثر على نتيجه المباراه. تنرجعوا بعد مع سي محمد الحسينه في المافيولا فما ضربه جزاء مستحقه للنادي الرياضي البنزرتي حسب جماهير السيابي وحسب اداره السيابي كان فما احتجاج كبير على الحكم من الطرفين من الاتوال ومن السيابي. واضح من السيابي شكون حكي على الجمهور؟ وجدي الجمهور نادي الرياضي البنزرتي خاسر واحد وخاسر اثنين وكمل يشجع الى نهايه المباراه. شكون شكره في الاخر؟ محمد المكشر. سيدي محمد المكشر ابدو سيدي تلعب سيابي حتى كي كنت ملاعبي صعيب برشا باش تجي لهنا البنزرت وتربح ملي كان التيران هذا غازون ملي كان الجماهير الكبيره ولهنا تحيه للجماهير تاع النادي الرياضي البنزرتي اللي تعمل ديما في امبيونس كبيره برشا ملي كنت ملاعبي ونعرف صعوبه ملعب اكتوبر. هو الجمهور كل معناه بعد المباراه قاعد يلوم وقاعد فما هتافات وانتقادات وكل شيء. اللاعبين كل براتيكمون خرجوا. عبدو السيدي قعد منهار معناها براتيكمون على ارضيه الميدان وشد راسه معناها في تاثر كبير. هذا الشيء خليها ما عادش معناها فهمت ينتقدوا ويسبوا واحد وكل شيء ولا الكل يصفقوا له وخرج معناها سو لي زاكلاماسيون وفريمون اليوم باجيت سي ابي الكل بكري نتبعوا فيهم كلهم يلوموا على اللاعبين فيهم عديد اللاعبين اللي ولاد النادي وحتى عديد اللاعبين اللي جاوا وعملوا كارير مع النادي ابارتير من عمناول وشكروهم عمناول كي عملوا كل فان دو سيزون ممتازه في البلاي اوت ووصلوا دور نهائي كاس تونس. يقول لك دون بار ما عقلناهمش في الميدان ودوتر بار ما احترموناش وما جاوش معناها طلبوا منا السماح. راهو حتى في الاوروب راهو معز معناها جمعيه كي تعطي كل شيء على الميدان والنتيجه ما تتبعش تمشي للكورفه نتاعها ولا تمشي لجمهورها تطلب منه السماح وتقعد تصفق عليه وهو جمهور معناها يعرف وقتاش انت بليت التريك ولا المريول ولا وقتاش تقعست. عبدو سيدي معناها فهمتي مثال ممتاز جدا للبروفيسيوناليزم والانتماء لانه اخر كلمه في الباجيتش يقولوا عبدو واحد منا. نادي الرياضي البنزرتي الفريق الوحيد اللي ما عنده حتى انتصار في 8 جولات. واجب عزي باش تفسرها مشكله في سيابي 8 جولات حتى انتصار 4 تعادلات وفي 8 جولات سجل هدفين كهو مع قبول العديد من الاهداف. سيابي مش هي ليكيب اللي خلاها ماهر الكنزاري خاطر ماهر الكنزاري كمل السيزون كما يلزم خلى اون ايكيب اون بلاس خلى الاوساتور باين تاع ليكيب من المفروض اللي يجي بعده باش يبني على شيء هذاك مش فسخ وعاود. اليوم فما كاليتي في الجروب معز سيابي فما برشا ملاعبيه باهين حتى الريكروتمون اللي جابوهم دي جوار دو كاليتي دي جوار ديكسبيريونس زاده لكن فما حاجه ماهيش ماشي سيرمون هما اللي موجودين في النادي يعرفوا خير منا معناها يعرفوا اش فما بالضبط اداريا ما نتصورش كان فما مشاكل في الفريق تصور الملاعبيه كل خالصين امورهم واضحه معناها فما فلوس فهم قاعدين يخلصوا فما فلوس في النادي لاعبيه خالصين. المشكله وين اللي قاعدين نشوفوا فيه هي مشكله في التيران فما كاليتي لكن الحقيقه اذا كان تسجل جوج اهداف وما تربح حتى مقابله في ثمانية مقابلات وانت قبل اربع شهور التالي فيناليست كوب تونيزي هوني بوان ديتيروغاسيون. قبل ما يجيك ناصر حسام المشكله قد تكبر بعد قرار رئيس النادي الرياضي البنزرتي سمير يعقوب انه ما يعاودش يترشح. انا ما جيتش باش نحط سيابي في وضعيه صعيبه انا جيت باش نفرح جمهور سيابي جيت باش نفرح البنزرتيه وهذاك اش صار معناها عم ناول السنه الامور ما مشاتش فما حتى مشكل معناها عندنا جلسه عامه انتخابيه في اخر جانفي مانيش باش نعاود باش نكمل معناها المسؤوليه نتاعي حتى لاخر العاده نتاعي بعد نقصد ربي على روحي. لا مش اشو عندي مديده من اللي خذيته القرار وانا ما ناخذش دي ديسيزيون اشو C'est une décision réfléchie. جمهور سيابي نقول لهم دون 3 mois باش نرجع نولي معاكم. تو سامبلومون معناها اللي يحسوه هما نحسوه احنا ولا نحسوه اكثر منهم خاطر احنا
في المسؤوليه واحنا عندنا الضمان. دونك جمهور سي بي نتفاهمهم، وانا ديسو كيفهم ومتغش كيفهم. شنو الحل اللي عندنا؟ اسكو نحطموا ونكسروا كل شيء؟ لا، يلزمنا نكملوا. دونك نكمل انا 3 شهور ونرجع معاهم وندزوا جمعيتنا باش تتحسن وباش تفرحهم ان شاء الله. الديبار تاع قيس يعقوب، سمير يعقوب نجم ياثر برشا في النادي الرياضي البنزرتي. ياثر خاطر انا من الرؤساء اللي نحترمهم، وانسان خدم خدمه مزيانه. الحق نتاع ربي سي ابي راهو في فتره صعيبه، خذاها في فتره كانت فيها برشا مشاكل. راهو نحكيو على سي ابي، عملنا لعبت فينا الكوب التونسي ضد الملعب التونسي بالافكتيف كيما هذايا، معناتها سي ابي ظهر لي انا حسب اعتقادي، انا حسب ما قاعد انا المجموعه نتاع الملاعبيه هما بيدهم فما بوان دانتيروغاسيون. يمكن يا البريباراسيون ما صارتش كيما يلزم، على خاطر اليوم زاد البريباراسيون بعد ساعات كي ما تصيرش كيما يلزم وتخدمش خدمه كيما بالكدا. اليوم السي ابي ظهر لي نحيل واحسن هداف، نحيل واحسن هداف وراس الحرب. لا سامحني، وراس الحرب نتاعو واللي تتك عليه تاكيت سي ابي الكل وتجيب له دوز اكسونتري العلوي وبلبوز، مش نفس الشيء. الراجل كان يهتك وحده وشاد ديفونس كامله على طيب بن زيتون، ودايور رينا التعليق نتاع جمهور الهلال السوداني الكل فرحانين به ويقولوا هذا باش يكون مفاجاه الموسم وباش نلعبوا به، فهمتني معناها المسابقات الافريقيه. يا دوك يا دوك ما يمنعش اليوم سي ابي ما تقفش على الملاعب. هذيك هذيك بالنسبه لي انا سي ابي ما تقفش على الملاعب. طيب بن زيتون صحيح تخلق وما تماركيش، ايش بيه؟ ما هو فما زاد فما ترافاي كوليكتيف، لازم تخلق، لازم تخلق، يجيو الفرص وما تماركيش. انا متاكد اليوم سي ابي تجم بوضعيه اخرى تلقى روحها في وضعيه خير من هكا باللي في كتيفه هو بيد. انا نحب نحلق على تصريح رئيس النادي. هو قال بعد 3 شهور نقول للجماهير باش تلقوني بحذاكم. جمهور سي ابي حاجتهم بك كرئيس نادي. نعرف تحب السي ابي، نعرف عشقك للسي ابي، نعرف رميت روحك للمسؤوليه. لكن عامناه الوقت اللي كانت نوعا ما موسم محترم وموسم باهي، الجماهير كل صفقت. اي ما فيها باس وقت اللي تنتقدك الجمهور ومش فرحان، تقبل الوضعيه وتكمل الموسم وتصلح. خاطر مش ساهل راهو اليوم باش تلقى رئيس نادي في تونس ويخدم جمعيته عنده الحق يتغشش، كيما الجمهور عنده الحق يتغشش، لكن هنا وقت الصعوبات لازم تقعد مع ناديك، ما تدخلش السي ابي في مشكل اخر، مشكل فني، مشكل مالي، ونزيد نقعد نلوج على رئيس نادي. انا نفضل انه يكمل الموسم نتاعو ومن بعد اخر الموسم الله يعمل مالك. تقعد في بنزرت معاك كم مره ذي باش تمشي المنزل بورقيبه قبل ما نحكيه وقبل كل شيء. كره القدم التونسيه كيف ما حكينا الاسبوع الفارط فقدت لاعب منزل بورقيبه منتصر الشعيبي مشهور بجولي. قبل ما نحكي لكم شنو صار بالضبط، نحب نخليكم مع الدخله اللي حضروها جماهير منزل بورقيبه للاعب هذايا ونرجع نحكي لكم شنو صار بالضبط. الله يرحمه وينعم منتصر الشعيبي وتعازينا الحاره لعائلته بطبيعه، لامه، لعائلته الصغيره، لعائلته الكبيره الملاعبيه ولكل احباء ملعب الافريقي لمنزل بورقيبه. نبدا من الاخر ومن بعد نرجع بالضبط نحكيوا على سبب وفاه اللاعب ونفسروا شويه الموضوع. لكن اللي ما فهموش لعبت شويه انه طلعت الدخله بعد جماهير غادرت الملعب، برشا تكلموا على انه الامن هو اللي منع الجماهير باش انه يوصل المباراه، لكن جانا مساج من المقربين من اللاعب والمقربين من عائله اللاعب الله يرحمه انه من الاول كان القرار هو انه باش تترفع الدخله اللي عملوها اصحاب اللاعب وعائلته، ومن بعد الجمهور باش يخرج في احتجاج
على الهيئة المديرة للفريق من قبل عائلة اللاعب وصحابه اللي مستائين شوية من تعامل الهيئة المديرة. قالوا بالعكس الأمن سهل لنا، الأمن عاوننا بصلاعنا الدخلة، الأمن دخلنا الاستاد ما خرجناش من الاستاد، نحن خروجنا كان في حركة احتجاجية. نرجع معك بالضبط للاعب، شنو صار بالضبط معز؟ هو صار حادث منزلي الغاز في الدار معناتها نهار 26 أكتوبر الماضي، انفجار قارورة الغاز في الدار خلت اللاعب هذا يتعرض لحروق من الدرجة الثالثة الله يرحمه، عدى أسبوع كامل في مستشفى الحروق البليغة بن عروس، والإصابة كانت بليغة برشا، وغادرنا يوم الجمعة 1 نوفمبر. جماهير حضرت الدخلة كيف ما قلنا، وفما مطالبة أخرى من الجماهير قالوا لهم بالله راه ملعبنا محليه، شوفوا الجرادان محليهم، شوفوا الاستاد محليه، سيبونا اعطيونا الهومولوجاسيون في التيران هذا، خلينا نعملوا جو. توجع قتيل ملاعبي دا صغير، ذكرنا في عديد من الملاعبية، ذكرنا في العديد من الملاعبية فقدناهم صغار. هادي برخيصة في بكوش ربي يرحمه، هوسي لسعد الورتاني، لسعد الورتاني بكوش وغيرهم، عديد من الملاعبية توفاو صغار. مطرقة زاد شو اسمه مفتاح، أيضا مفتاح هاي هذوما هما ديجا الاربع الملاعبين اللي نشوف فيهم قدامنا، الهادي برخيصه ومفتاح وزهير وبالضبط والاسعد الورتاني ولطفي البكوش. برشا حوادث صارت في تونس وفي غيرها. سامي الدو اللي توفى في مباراه في ذكرى وفاه الهادي برخيصه اللاعب اليوم، مباراه كانت في قرقنه ايضا، لاعب كبير سامي. توجع الحكايه خصوصا لعائله اللاعب والمقربين منه، والله يرحمه وينعمه وان شاء الله في الجنه. واضح تحيه الجمهور، ايضا تحيه الجمهور الملعب الفريقي لمنزل بورقيبه، تحيه ايضا الجمهور الاتحاد هذا المونستيري اللي كان حضر بعدد كبيره ياسر، وحضروا ايضا دخله وصور كانت مزيانه في مباراه الاتحاد الرياضي المونستيري والنادي الرياضي الصفاقسي. نمشوا مباشره لهذه المباراه ماذا بيك صادق؟ صحيح مباراه القمه الحقيقه، لانه يعني بعد بيجا وجرجيس كان مباراه ما بين زوز فرق تلعب على اعلى الترتيب، تلعب على المراكز الاولى. الاتحاد المونستيري قاعد يجني في النقاط وقاعد يقدم في مستوى مستقر وممتاز، وقاعد يسجل في الأهداف، مش قاعد يقبل في برشا أهداف، عنده عديد اللاعبين اللي لقاو الفورمة متاعهم ولقاو فيتيز الكروزير متاعهم فرد وقت، وهذا يحسب أيضا للهيئة المديرة اللي عملت عديد الانتدابات المتميزة. لكن أيضا اليوم الاتحاد المنسيري ما عادش مفاجأة ولا رقم صعب، الناس كل تعرف اللي هو كسسوا على ميدانه على بن جنات ولا خارج الديار يلعب من أجل الانتصار. نادي صفاقسي مرة أخرى كنا ننتظروا معناها في فريق أكثر تكامل، أكثر تجانس، أكثر فرص. الحقيقة مازلنا أوريس سور نوتر فان، معناها نادي هذا صفاقسي بالإفكتيف اللي عنده، بالانتدابات، بالمدرب كل مرة فهمتني يبدل خطة تكتيكية، تو استقر على نفس الخطة ونفس اللاعبين براتيكمون في آخر ثلاثة مباريات، لكن ماهوش قاعد يكربوري، ماهوش قاعد يخلق في فرص، مش قاعد نادي صفاقسي اللي نعرفوه اللي الكرة التيار التدرج بالكرة، معناها اللمسات الفنية خلق الفرص. رينا نادي صفاقسي خاصة في الستين دقيقة الأولانية حتى لين قبل الهدف، رينا صفاقسي يلعب في الكرة طويلة، ينقص في وسط الميدان، نادي صفاقسي مش قاعد يتعدى، معناها رينا فريق أونتر بارونتيز بيناتنا تائه تكتيكيا، وهذا الحقيقة الكريدي نتاع المدرب قاعد يمشي ينقص. معناها توا جاء الوقت اللي فريمون فجمعتين هذوما لازم معناها مساءله اون بوني دو فور. خلينا في الاتحاد الرياضي المونستيري، فهم تصريح اللي حكيتوا عليه اليوم اثار غضب بعض من هذه الجماهير، جماهير الاتحاد الرياضي المونستيري اللي كنا نشاهدوا فيها الان تصريح مدرب لسعد جرده كان ذلك البارح في الاتحاد الرياضي. شفت حاجه اللي ما كنتش نتمناها في المستير، حداش الملاعبي حداش الريكروتمون اللي لا اما النتائج ماشيه مع المستير، لا النتائج ماشيه، لكن احنا نقول لك حاجه، انت تحكي على هويه فقط، الهويه واللي به الفائده. المدرب قال الجمعه اللي فاتت قال المال قوام الاعمال، ما تنجمش تكون عندك مال اذا كان ما عندكش ولادك يلعبوا. عم ناول احنا طلعنا لؤي، طلعنا اليعقوبي اللي مركز ضد التراجي، طلعنا الملاعب بوحطية، اذا كان اليوم لاعبي اللي انا عم ناول طلعته قول لك سي خالد بارمي لي ميور، سي ان جوار اتاكون اللي مشى للمنتخب الاولمبي، عمل دي بون ماتش، بعد ماتش جابس جات كوره ضيعها، ما عادش موجود. اللي عملوا هيثم عبيد واللي عملوا انيس المستيري في الخمس سنين الاخرانين للريكروتمون اللي عملوهم في المستير، لكن رغم هذايا كان ديما تلقى
ولاد الجمعيه الدي ان تاع ولاد الجمعيه عنده الحق. انا محمد الساحلي كنت نستنى منه حاجه خاطرنا نعرفه في الاوتريش. محمد الساحلي رانا دايوغ يظل هذاك على جي محمد الساحلي على خاطر مش بعيد برشا على صحيح عليك. لا الفرق مدرسه النمساويه معناها ما بعدتش عليها الاتحاد. لا الفرق بينه وبينه شاسع. انا عامل 115 ماتش كوم بروميير اونترونور في البونز ليغا في النمسا بروميير ديفيزيون دوزيام ديفيزيون. محمد خدم برشا في لي جون على 12 ans 13 ans خدم برشا في لي جون. ان شاء الله اليوم في المستير ان شاء الله يعمل كارير باهي فهمتني. اما ما فماش مقارنه. شنو الغلط في التصريح هذا نصر؟ والله الاسعد الحق بتاع ربي باش نكون واضح مع الساده المتفرجين يتفرجوا فينا. كلمني اليوم وانا واحد من الناس قلمته قلت له الاسعد راهي الديكلاراسيون اللي عملتها البارح مع حق نتاع ربي ما كانش في بلاصتها مش سامباتيك مش نتاعك انت ما تخرجش حق من حقق الحق للراجل اللي يخدم في خدمه مزيانه. الفريق قاعد يكربيري قاعد ينتصر. اتحاد المنستيري مازال في التالق نتاعو اللي عودنا في الاربع خمس سنوات الاخرانيين. الافكتيف هو بيدو المدرب معناتها ما شفناش شفنا فريق اللي قاعد بالحق يحط في البصمه نتاعو. المدرب يخدم في خدمه مزيانه بالافكتيف برشا ملاعبيه قاعدين تبرز حقق الحق. الاسعد كان بجنب الحدث بالنسبه للديكلاراسيون اللي عملها. نفس الشيء معز المقارنه لا تجوز. انا خير ولا انت خير؟ ساعه اول شيء اللي باش يقيم خلي الناس تقيم والجمهور يقيم والنتائج هي تقيم. هي السؤال نتاع الصديقه والزميله قتلوا اثنين من المدرسه النمساويه ما قتلوش انت خير ولا هو خير. دونك احنا ديجا مدربين معز بصفه عامه الانتقادات علينا من العالم الكل من العالم الكل على الاقل المدربين في بعضنا على الاقل ثم سوتيان وكلمه ومليتيك في اسوء الحالات حتى كان مش عاجبك حاجه ومش متفاهمين قول ربي عينه ان شاء الله يحقق نتائج باهيه. وبريتو هو مدرب تونسي نتمنى له النجاح. كل مدرب تونسي نتمنى له النجاح. قالوا على الاتحاد الرياضي المنستيري شنو اللي غلط فيه؟ انه كل منتدبين وفقدنا الهويه واللي تخدم في العوام كل الاتحاد المنستيري. ايش قلنا احنا عندنا خمس سنوات تلعب على شنو؟ تلعب على البطوله. تلعب على البطوله. شنو انت الهدف نتاعك؟ تلعب على البطوله تعمل انتدابات. انا كمدرب شنو مطلوب مني؟ احسن اللاعبين نلعبها. وقت اللي عندي معز افكتيف تاع 24 ولا 25 جوار ما نغزرش لا والجمعيه لا مش والجمعيه الكلهم يمثلوا الاتحاد المنستيري والاحق واللي جاهز اكثر يلعب. في الاخير ثم هيئه مديره. ايش باش تعمل معز؟ باش تجي باش تقيم. ثم اهداف محطوطه قبل بدايه الموسم وصلت لها ما وصلتلهاش ومين باش يقيم؟ المدرب هي الهيئه المديره. اما كان ما هزش البطوله يعتبر اخفاق. هذه هي وظيفه الهيئه المديره. مره اخرى رساله من خوكم أراو المدربين من ليتيك نتاعنا نساندوا بعضنا في كل شيء. خلي المنتقدين والصحفيين والمحللين اللي من برا يعطيوا رايهم وينتقدوا من حقهم لكن المدربين في بعضنا قول كلمه باهيه ولا مش لازم تقول حتى شيء. بون الاتحاد الرياضي المنستيري كل ما يزيد موسم ويتالق الفريق كل ما يزيد موسم والفريق يولي ممتاز ويقدم في مردود كبير كل معز ما الجماهير تتبع وتمن اكثر بالفريق وحضورها والدخله اللي صارت خير دليل على ذلك. اليوم وقت اللي فريق يتميز خاصه في العوام الاخر ويلعب على البطوله كل مدرب عنده فلسفه نتاعو. ما نجموش ننكروا البصمه اللي خلاها الاسعد جرده عامله في المستير معناها عمل فريق باهي فريق ممتاز حتى الفتره الاولى بالضبط مع الانتجراسيون دي جون هو اللي طلع بوكو جون في المستير والريزولتا مشات معناها دي جون. اليوم محمد ساحلي قاعد يقدم في زاده كوره مزيانه النتيجة قاعدة تتبع لكن فلسفة أخرى بتاتر. اليوم ممكن الأسعد حزت في نفسه شوية يقول لك أنا لي جون ذوما طلعتهم وتسميوا عليا ما همش قاعدين يكونفرميو يلعبوا كل شيء. ممكن زاد الأسعد حب يعدد الحاجات الباهية اللي عملها هو لومبرانت اللي عملها في المسير لكن قولوا له يا الأسعد راهو كما قال الناصر اللي صار البارح ما يجيش. إي هو الحقيقة قلناها قداش مرة كل واحد عنده فلسفته في التدريب وعنده فلسفته فهمتني في اختيار اللاعبين لكن في الاخر الاهم حاجه هو المصلحه العليا نتاع الجمعيه المصلحه الرياضيه والمصلحه الماديه. اليوم كان مسير تلقى الظاله نتاعها في لاعب تكون عندها في الشبان فبها ونعمه لكن ايضا كي يجي لاعب اليوم كيما الحرزي ولا كيما المستوري ولا لاعب كيما معز حاج عليه يا حبذا اي مدرب يتمناهم باش يطلعوا له معناها المستوى والليفل معناها تكنيكمون نتاع الجمعيه ونجم يبني عليهم ونجم يحقق القاب ولا نجم حتى يستثمر فيهم ماديا يعاود يبيعهم من بعد ماكش باش تبيع كان اولاد النادي خاطر قال اولاد النادي نطلعهم ونبيعهم لا با نيسيسيرمون نجم تجيب لاعب برك
يخدم معك عام، ونانا جي من عند الاياكس بليش الانتر عمل عام بعته ب 54 مليون سبحان اخيرك يلعب في مان يونايتد. معناها اليوم هذا شيء معناها الحقيقه لسعد بكل لطف فهمتني ولا ماذا بيك تراجع شويه السياسه بتاع الكوميونيكاسيون، لانه حتى حد ما ينكر اللي عملته انت معناها في مستير، لكن ايضا محمد الساحلي مدرب شاب مدرب طموح خدم مع الفئه. خلينا نشجعوا المدربين الجبان هذوما بالله، خلينا واحد يقول فيهم كلمه باهيه. محمد الساحلي على كثره المدربين اللي عندنا في تونس احنا اللي عندهم امكانيات وينجموا يطوروا ويطوروا من رواحهم. ما عندناش 20 مدرب جلس على بنك نتاع مقعد احتياط في الاوروبا ليج كونت روما في الاوليمبيكو. جلس على مقعد احتياط المنتخب النمساوي اقل من 19 سنه، كان مدرب مساعد على الاوراق لكن في الحقيقه كان المدرب الاول، خاطر وقتها المدير الفني نتاع الجامعه كان هو محطوط المدرب الاول. حبيت ترجع شويه بايجاز على حكايه محمد الساحلي ولسعد جرده. اول كلمه انت قلتها معز قبل ما تلانسي لسعد جرده، قلت بعض جماهير الاتحاد غاضب. انا نقول لك في الكومنتات في جماهير الاتحاد الكل غاضب. ما نجمش نعمل الكل غاضب. انا نجم نعمل كان فما واحد معاه كلام لسعد جرده نولي متتر بعض سيدي يقولوا معظم جماهير الاتحاد غاضب. علاش؟ على خاطر اليوم هما يعتبروا لسعد جرده ولدهم. اليوم الاتحاد قاعد يقدم في مستويات رائعه، الاتحاد المنستيري من احسن الفرق الموجوده في البطوله، وبريتو الانتدابات اللي قام بها محمد الساحلي او اداره الاتحاد المنستيري ما تكلفتش برشا على خزينه النادي، راه معناتها انتدابات موجهه وبرشا لاعبين ليبرجيو ولسعد جرده بيدو راه كان على راس الفريق فما ميركاتو نتفكروا انت دب 9 لاعبين، معناتها راهو يمكن اللي صاير ما نعرفش علاش بالضبط اللي صاير، لكن الحقيقه انا كصحفي ميداني معز نقول لك علاش انا اليوم نجم نكون ندافع على محمد الساحلي. محمد الساحلي في طريقه تعامله والكوميونيكاسيون تاعو مع الصحفيين والطريقه اللي يتعامل بها ياسر انسان محترم ويعرف كيفاش يحكي مع العباد، يستنى لي جورناليست بالواحد بالواحد ويجاوب بالاسئله بدون تكبر، رغم اللي كاريرو في الاوروبا تبعتش برشا على كارير لسعد جرده اللي في برشا فلان وكارير مالك كل واحد عنده كاريرو كل واحد عنده برشا مرات. لسعد جرده يجي في دي كونفيرونس دو بريس يحب يعطينا دروس ويفسر لنا حاجات اللي هو قراهم البر. معز كلمه اخيره فقط، كلمه اخيره اي خمس ثواني. اليوم نحكيو على المنتدبين، اليوم الاتحاد المنستيري مستوري في المنتخب، اليوم غربال في المنتخب، قال معز حاج علي قال قريب ظهير ليسر فرات سلطاني قريب الميلادي قريب اليوم عندك بشير خرج، دونك عندك اربع خمسه لاعبين اليوم من المنتدبين ولاو في المنتخب والا قرام المنتخب، وهذا دليل اللي المدرب قاعد يخدم في خدمه باهيه وقاعد تعطي في نجاحات. بالتعادل هذا احد المستفيدين اللي قرب من الاتحاد الرياضي المنستيري والترجي الرياضي التونسي انتصار الثاني على الانتصار الثاني للترجي الرياضي التونسي. هاي انتقل اسم المدرب الجديد قد قاعد تحفظ فيه المدرب الجديد هيجي عيطوا له سيه خذيت ال انت خاي امشي شو اسمها التربيجه نتاعو سي بون سيه بالتربيجه انت بالتربيجه حتى شفته في استاد من بعيد بس دي خاطر كان حاضر هو في المباراه هذه كان حاضر هو والمدرب المساعد ومدرب الحراس. اليوم كمل التحق بالركب المعد البدني للفريق واليوم كانت اول حصه تدريبيه للمدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي. دونك الترجي الرياضي التونسي كيف ما قلت انت معز اقترب من كوكب الصداره، رجع باللي بوان بعد رجع باللي بوان قرب برشا من المراكز الاولى. الترجي الرياضي التونسي قدم مباراه ممتازه، انتصار 2-1 للترجي، يمكن انتصار ما كانش بنتيجه كبيره للترجي لكن لديك الممتاز. نسمعوا اسكندر القصري اش قال بعد المباراه على خطا مميش وعلى تالق زاده قصيم عشا اللي عدا مباراه كبيره. نبدو بمميش اللي سي لو غارديان دو ليكيب ناسيونال نيمبورت كال غارديان بو معناها كوميتر دو سو جونر ديرور نقص شتاء الكره مبلوله بريز دو بال ما جاتش باهيه نورمالمون اصحابه كانوا فايقين اكثر باش يمنعوهم من السيتواسيون هذيا. قبلنا بونتو في وقت صعيب برشا اللي احنا تفرهدنا وكيما كنا معناها خاطر سيتي ديفيسيل راهو اون ايكيب كي تو بلوك افيك 8 9 جوار معناها تستقر تو لي كولوار دونك في الميتون شكون له رفعنا له المورال اصحابه الكل بعدها ماني لا وهوروزمون كو قصي ما نسجل قبل لا غونتخي دون لي فيستيار دونك البونتو هذاك دوزان فرهدنا فهمت. دونك بالنسبه لقصي
اسبيرونس راهي ولا دابا انا في لي جون معناها انا توجور ايتي اودو تري بون جور الطفل هذا يلزمو برشا مكادرمون يلزمو برشا خدمه يا اخي انا هبطتو اخي نفدك انا تي هبطتو يا اخي يجي معاك كامل ونحكي معاه يجي معاك كامل ونحكي معاه وما نسيبوهش انا ملاعبيك انا كيك ما نسيبوهمش دونك يفوا ان اونكادرمون يفوا ان ترافاي سور بلان مونتال سبيسيفيك تكنيكو تكتيك دونك قاعدين معناها لهيم مش هو بركه عندنا برشا ملاعبيه في الاسبيرونس ان شاء الله معناها في القريب العاجل معناها نعمل لهم ان ترافاي دو معناها دو بوست فورماسيون باش ناهلوهم باش يكونوا دي جوار دو كاليتي في ليفيكتيف. ناصر خطا ميميش بون بالنسبه لي انا خطا ميميش تكنيكمون معناتها غلط في قراءة الكرة معناتها فما بروبليم تكنيك معناتها هو بيدو اللي ديزيكليبري وقت اللي طلع في الهواء يدو وبدنه ماهمش مقابلين بعضهم فما بروبليم فما كورديناسيون فما بروبليم دو كورديناسيون قراءة هو راهو في عادة نحكيو عليها تصير معناتها بالاخطاء هذه الناس كل نجموا يعملوها والحراس نجموا يغلوا انا اللي قلقني معناتها بالنسبه لميميش تعرف ان راهو ديما يقعد سي ان بون بروجي سي ان غارديان عنده امكانيات كبيره عنده امكانيات معناتها ما نجم يشك فيها حد لكن الاغلاط قاعده تتعاود المشكله هذه الثالث غلطه ولا الرابعه غلطه اللي خلى الفريق نتاعو حتى عملناه ذال نتذكر ضد سليمان زاد كيف كيف انتيسيباسيون قراءه في كره زاد كيف كيف سنين جوله ثانيه صحيح هذاك علاش اليوم ما يغلط ساري بوزلق هو عمل معناها قراءه غلط صحيح واقوى لي غارديان في العالم وانت تعرف يضرب بالبونيه معناها سيرتو كتب الكره تزلق صحيح. هي الكره تزلق وبلل ومطر وكذا انت ما شديتش جول انت ما تعرفش ما شديتش جول في هذه جابها هاولو هيك الكره الكواندويت راهو نتاع الشتاء ونتاع الصيف يشدوا الكره بيان سور عندهم مشكل مع الماء هما بالعكس كي وقت اللي تبدا مبلوله الجون خير تولي تشد خير هما يبلوها الجون يا ناصر قول كلام صحيح والله معز بلوها الجون بلوها باش تولي تشد الكره خير معناتها اما ناصر لي فوت اللي تحكي عليهم نتاع ابريسيسيون شفت كي تطلع انت قلت ماهوش سانكرون الكورديناسيون تاعب نمشي معاك اما لي جران غارديان وانت تعرف كل غلطه ما نجموش اليوم هو شنو نلومه عليه تتالي الاخطاء متفاهمين فيه لازم يركز لازم يشوف فهمني روحه ويعاود يرجع يقرا روحه مع مدرب الحراس ما تنساش حاجه راهو راه حارس كبير في الترجي هذا التونسي اللي هو حارس دولي وبشير بن سعيد وفي المنتخب باش تولي كونكورونس كبيره وليت ديجا كونكورونس ناخذ وجدي ونشوفوا النادي الافريقي ونكملوا الجزء الاول من الحصه ونمشيو ساعه فينا نعديو الصور والاهداف والحدايا وجدي بالنسبه لي انا ميميش سي لو فيتور غارديان دو كيب ناسيونال معناها ينجم يلونشين برشا وقت في ليكيب ناسيونال كوم ان برومي غارديان الاخطاء تصير لكن الاكسبيريونس معناها الاكسبيريونس في عمر 20 سنه عادي واللي غارديان اللي جرون غارديان في العالم الكل اقل من 20 2004 اللي غارديان في العالم الكل نجم يغلطوا ممكن بالاكسبيريونس الكره اللي الخطا اللي في اللي غلطوا البارح كان ينجم يبوكسي الكره يخرجها معناها صحيح انه تيرا مبلول الكره مبلوله ولي جون بوتيتر كما قال ناصر مش هما لكن الحقيقه وراه حارس كبير حارس انترناسيونال من حقه باش يستنى في غلطه يحب يلعب وراه صحيح انه وراه جمهور كبير وراه فريق كبير لكن الحارس هذا ولدي معز ونعرف عنده من الكاليتي والبرسوناليتي اللي يخليه يصلح اغلاطه ما عنده حتى قلق يغلط يصلح فما حاجه الفانشيني باش يعمل كارير كبيره ياسر فما حاجه مهمه باش تربح برشا اكسبيريونس فما حاجه مهمه برشا راهو في ستاف هذايا انترونور دي غارديان جديد جاي مع المدرب معناتها ان ابارامون فما مشكل ما نجمش نكون جازم لكن ابارامون فما مشكل في التدريبات في الحراس سامحني معز بالتوازي قاعدين نتعداو صور اللاعبين المنتخب مدرب الحراس تاع الترجي الرياضي التونسي بعد المباريات الاخيره خطروا تحكيو عليهم هذوك كل انا نقابلهم كل جمعه في استاد معناتها واضح فهمتني دونك راهو وسيم نوارا كان معناتها يمكن طلبوا منه الاداره انه يواصل مع المدرب الجديد لكن بنسبه كبيره وسيم نوارا مش يكون موجود ما نتصورش فما مشكل لونترونور هو اللي فارض الستاف نتاعو كامل فماش واحد يكون ترونور دي غارديان في الاسبيرونس ويقول لا ما نشدش لا كان حسين ما يمشي ولا الثاني حسين بالنسبه للنادي الافريقي مميش اي مميش أي. شوف اليوم الموسم الفارط مميش عدى موسم نقولوا احنا البارتي اللي لعبها نص موسم ولا ثلاثة اربع موسم اكسبسيونال صحيح اما ما كانش مضغوط برشا كان كل ماتش ويلعب ما عندوش ضغوطات برشا اليوم ولات عنده ضغوطات تريبل اول شيء انك تكون الحارس الاول في الترجي الرياضي باش تلعب دوري شامبيونا باش تلعب كوب باش تلعب كاس افريقيا باش تلعب كوب دي مونت انت الحارس الاول للمنتخب الاول
وثالث شيء اليوم وراك بشير بن سعيد. دونك اليوم بوتيتر ديما نقول لا ربما كل هذه الضغوطات والتخمام كان نغلط كان ما نغلطش تخليه يخطئ اكثر، بالعكس يلزمه يركز، يلزمه يعرف اللي حارس ممتاز، حارس ينجم يمشي بعيد، اما اليوم الكريدي نتاع الاخطاء يذولي كمالها يلزمه ما عادش. الاخطاء سامحني اخر كلمه معز، الاخطاء حسام راهو مش مثل الكاليتي نتاعو. لا اخطاء نتاع نتاع شو اخطاء نتاع اكسيد كونفيونس. لا لا ما تشوفش كونت اللي كونت ليكيب مسومال هذيك معناها ديكادا حاب يعمل دريبل تفكت له الكره البارح كيف معناها بوتيتا سوء تقدير الخرجه نتاع سليمان معناها حاب يخرج انجاجي الكره البونت نتاع سليمان مع الديفونسور. هي ما وجدي دونك ما تشوفوش في الكاليتي نتاع الملاعب. لا وجدي والبيرسوناليتي ما تكلمش هو فما حد لا شك هو الحارس الاول تاع الترجي في المنتخب. اما شنو قلنا وانت بدك قلتها قلنا اليوم وراه راهو بشير بن سعيد. بيان سور اي انت بشير بن سعيد يحب يلعب ولا ما يحبش؟ بيان سور يقول لك انا كان الحارس يغلط الخطا الاول والخطا الثاني من حقي نقول اليوم البريسيون كثر. لا 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 هو يصدق 20 ثانيه 20 ثانيه اللي الاخطاء يعمل فيهم في مباريات اخطاء وما تكلفش نقاط في مباريات الترجي قاعد يربح فيهم هيك علاش ماشيين وسوكو بلو. واضح النقاط البارح على قصي اي قصي شكون جاب ثلاثه نقاط للترجي الهدف نتاع قصي معش حكينا قبل اسبوعين ولا ثلاثه اني الجمعه اللي فاتت بالضبط ذا جاردن الانجليزيه حكيت على 60 موهبه في العالم 60 موهبه ذوما منهم قصي معش ويمكن توا جمهور الترجي من اكثر حاجه اللي يلوموا عليها كاردوزو اللي درب في الفريق منذ اول الموسم انه الملاعب هذا قدامه عنده سوليسيون نعرفوا الترجي عندها مشكله نتاع ديزيترونجي أربعة ترانزيت في التيران وعندها مشكلة نتاع ديزيلية باش تلعب التوانسة كيفاش قدامه قصي معاشا في البارك لكن ما استغلوش حتى دقيقة منذ بداية الموسم. قصي معاشا أثبت أنه يستحق بلاصة وسوختو أنه اسكندر القصري في الكونفرنس دو بريس أبار التصريح هذايا اسكندر القصري كان قال أنه اللاعب هذايا راهو في الكولوار هذاك يلعب الأولاني. واضح باش نبداو الساعة الثانية مباراة حتى طوين ولدي الافريقي لكن قبل هذا كلمه لان نادي الفريق هذا المستفيد كما ترجي هذه تونس من هذه الجوله بعد الانتصار الاخير على معز حسن تذكر المباراه. بالضبط نمشيو للنادي قبل نمشيو للمباراه فنادي الافريقي حاجه مزيانه برشا في اتحاد طوين اللي قروا انه تذكر المباراه نتاع اتحاد طوين والنادي الافريقي تكون فيها صوره معز حسن. نشوفوا صوره التذكره الموجوده يعني بالحق مزيانه معناتها كي نشوفوا لقطات كيف هكايا حاجه تفرح وديما نقولوا ديما نشجعوا على الحاجات هذوما ونقولوا ان شاء الله نشوفوهم ونعاودوا في كورتنا في تونس. واللي نجموا نشجعوه ونعاودوا ونقراوه ونقولوا هي الحمله الوطنيه اللي لقتها الجمعيه التونسيه لقراء الاطفال السويس مع وسائل الاعلام التونسيه باش تكفل 1000 صغير جديد قبل نهايه 2024. حتى بدينار في النهار تنجموا بالتليفون تعملوا سكان على الكيير كود اللي باش تشوفوه الان على الشاشه باش تحط المونتون اللي تحب عليه واللي تقدر عليه باش تنحالك كل اخر شهر المونتون هذايا وفي اي وقت بشكل بطبيعه امن وشفاف في اي وقت من الاوقات تجب تتراجع تجب تنقص من المونتون هذايا نتكفلوا ب 1000 صغير قبل نهايه اخر 2024. فعلى الموقع تلقاو كل التفاصيل sosv.tn تختار باريني ان انفون والا كفاله صغير. عندكم رقم هاتف ايضا تجموا تصلوا به تصلوا على الرقم 58 371 002 باش تكفلوا صغير عن طريق قراء اس او اس. هكا نكونوا كملنا الجزء المخصص لتلفزة تي في. بقية المشاهدين يجب يبقى معنا على ديوان سبور بلاتفورم الألفا وعلى على بقية وسائل التواصل الاجتماعي باش ترجعوا تشاهدوا كل الأهداف والمباريات والكواليس وغيرها بعد فاصل إشهاري قصير. في لابري ماتش الآن على الديجيتال عن حرية بث كل الصور والأهداف. حاتم قزبار أهلا وسهلا مرحبا. مرحبا معز تحية لي وتحية لكل المشاهدين والحضور. نبدأ مباراة اتحاد تطاوين والنادي الإفريقي. النادي الإفريقي مباراة الاتحاد الذي به تطاوين مضيف بطبيعة المباراة اللي النادي الإفريقي يرجع فيها لسكة الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات متتالية برشا عوامل واستنتاجات خرجنا من المقابلة. 7 تغييرات للمدرب دافيد بوتوني المرة هذه عمل 7 مقارنات مقارنة ب7 تغييرات مقارنة بالمباراة الماضية. النادي الإفريقي كان مطالب جماهيره أنه يعود إلى الانتصار. تقريبا أكثر التعليقات في المقابلة هذه قال لك أنه النادي الإفريقي في منعرج أنه مطالب بالانتصار ومطالب بتحقيق 3 نقاط باش يبعدوا على فترة الشك اللي طالت نوعا ما في النادي الإفريقي. في المقابل معز الاتحاد الرياضي بتطاوين كما حكينا عليه الأسبوع الماضي مازال يتعدى بفترة صعبة جدا على المستوى الإداري على المستوى الفني على مستوى النتائج أزمة نتائج
الاتحاد الرياضي بتطاوين انتصار وحيد في 8 جولات، هذا عدد ونسبة ما عرفهاش الاتحاد الرياضي بتطاوين منذ صعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى. النادي الإفريقي كانت عنده أسبقية صنع اللعب والخطورة منذ البداية، كما قلنا 7 تغييرات مقارنة بالمقابلة الماضية، توغل هذا حمزة الخضراوي، توزيعة ويتصدر الحارس حسام العربي. النادي الإفريقي معز حاول بكل الطرق، لعب على الأطراف، لعب جو ديريكت على كينغسلي جو، عودة بلال أيت مالك أيضا اللي كان غايب على المقابلة الماضية، توغل هذا لأيضا كينغسلي جو، والفرصة تصدرها حارس مرمى إيهاب خفشة. أخطر فرصة الاتحاد الرياضي بتطاوين في دقيقة 30 كرة من القائد محمد جماعي في عمق دفاع النادي الإفريقي، رجع الكره ما كانش كما يلزم من بن عبده، وحيد التيمي كان قريب من التسجيل. الاتحاد التطاوين حاول ربما في بعض الفرص اللي ما شكلتش خطوره على دفاعات النادي الافريقي. الاتحاد التطاوين قعد برشا في مناطقه ويحاول مره الاخرى انه يعمل بعض الهجمات المعاكسه. البلاريتي ايضا ضربات الركنيه، هذا هدف النادي الافريقي. قلنا انه النادي الافريقي تحصل على برشا كرات ثابته في المقابله، ركنيات في الشوط الاول اللي استغل واحده منهم في الوقت الاضافي من الشوط الاول، دقيقه 48 تنفيذ من كان من اسامه السيلي على يوسف يصعد ويسجل البونتو الاول واولى اهدافه مع النادي الافريقي. الشوط الثاني تقريبا مشابه للشوط الاول، الافريقي يضغط، كره هذه خروج موفق من حارس الاتحاد الرياضي بتطاوين، حاول ربما بعد اتحاد تطاوين مره اخرى بعض يعني الفرص اللي ما كانتش اختيار برشا، هذه مخالفه غيث الصغير، الكره ترتطم بالقائم الايسر. اكثر حاجه نجموا نخرجوا بها معز هي انه نادي الافريقي اوكي سجل من الركنيه، لكن عدد الركنيات كانوا 11 الركنيه، وهنا عامل الكرات الثابته الحقيقه مهم برشا ويلزم يخدم عليه برشا المدرب دافيد بيتوني. وطبيعي انه اتحاد تطاوين باش يخرج من مناطقه في ربع ساعه الاخيره باش يحاول يعدل، ولكن ما فماش المهاجمين اللي ممكن يصنعوا الفارق، بوجود ايضا دفاع الافريقي اللي أحسن التمركز. توفى المباراة بفوز الإفريقي 1-0 في تنقل نقوله صعب إلى التطاوين. وفما غضب أيضا على التحكيم هذه المباراة مرة أخرى، النادي الإفريقي ومسؤولي النادي الإفريقي غاضبين على التحكيم تبعت في الموفيولا. نرجعوا للقطة الهدف اللي وقع إلغاؤه مالك. أنا غاضب على التحكيم. أنت غاضب علاش خلاهم يلبسوا المراول هكا؟ الإفريقي تلبس بالأحمر وأبي تطاوين، علاش هكا؟ تعبنا راهو نتفرجوا في الماتش. شوف معناتها بالحق يعني الألوان ياسر متقاربة، راه ما نعرفش كان تفرستوا في الماتش في الديريكت، راه بالحق راه غلطه كبيره. اول ملاحظه انه نشوفوا المراول هكايا، راه ما يجيش معناتها انه ماتش اليوم يتعدى في التلفزه ويتعدى ما نتخيلش. محمد بن حسين هذه ما حطهاش في ركن الموفيولا، صعيب ياسر ما نتخيلش محمد اللي تفرج في الماتش ويت الكل بدون المونتاج نتاعو شويه من الماضي ساعه للسبعه ولا السبعه ونص نتاع العشاء باش يلقى لكم كل اللقطات. لا باهي على الاقل نبداو متاكدين انه عندنا كل اللقطات تعدى في الموفيولا. كلمه صغيره ونشوف المباراه اللي من بعدها بسرعه. بالنسبه لي انا النادي الافريقي معناتها مباراه كانت مهمه، مباراه تعرف الفريق اكثر من 3 مباريات ما انتصرش نتيجه تعادل، انتصار كان مهم ضد تطاوين اللي هو بيدو مستحق النتيجه. انا اعتبر الماتشات كيما هذوما يخليوك معناتها تمشي فير لافون حتى الفتره نتاع الشك، بالعكس خاصه ديبلاسمون وتربح تطاوين نعتبر انه مباراه مهمه بالنسبه للنادي الافريقي. النادي الافريقي سكت الانتصارات حاجه الباهيه، رجوع ايدو الى مركز راس حربه خدم برشا، ايدو توغل وحده، خلق 2-3 فرص وحده بمفرده، كان ثقيل برشا على الدفاع، ومكن زاد لاعبي الوسط وخاصه لاعبي الاجنحه ايت مالك تحته وسورتو معنى الخضراوي حاول لكنه ما توفقش عديد المرات. مازلنا نستناو في احسن فيرسيون نتاع كينزومبي ومتاع الخضراوي بعد رجوع من المنتخب. نادي افريقي رجع 3 نقاط، نصوروا فهمتني ولا في قادم مباريات باش يركز اكثر على النتيجه اكثر منه على الاداء الاخر. وديبلاسمون وبرا ومهم ياسر، معناها سينو يمكن النادي الفريق يدخل فتره شك، تولي المباراه الرابعه دور انتصار وندخل هنا في فتره شك. بعد 3 تعادلات على التوالي تمشي تطاوين ضد فريق يلعب من اجل تفادي النزول، فريق كذلك محتاج الى النقاط، كان الزاميا على النادي الفريقي 3 نقاط والانتصار للعوده الى اعلى الترتيب. اهم شيء بالنسبه للنادي الافريقي معز واللي لاحظناها خاصه مع المباراه الفارطه والمباراه هذه، انه هناك مشروع بين اداره النادي الافريقي والمدرب، المنافسه على البطولات وتكوين فريق مش لموسم فقط، للقادم. خاطر كي تشوف انت المدرب بعد 3 مباريات 3 تعادلات نقول واحد اخر يكون يدخل فيه شويه شك، يقول لك لا خلاعب ليه 7 تغييرات كل مباراه 5-6 تغييرات لماذا؟ حتى يخلي الناس الكل كونسيرني، اللي يستحق يلعب يلعب، ما ثماش جوار
بلاصه نتاعو فونت كوميرس ولا بلاصه مضمونه اليوم يقدر يبدل خمسه سته، يعمل خمس تغييرات في وسط المباراه، وقت اللي تكون عند المجموعه الكل كونسيرني والكلهم يحسوا روحهم من يكونوا تيتولير، دونك وقت اللي تمشي البطوله ومستحق الرصيد البشري نتاعك تلقى رصيد بشري باهي. دونك النادي الافريقي اليوم في الطريق الصحيح، لم ينهزم الى حد الان، احسن دفاع وفي اعلى الترتيب، يعني صراحه واش برنامج ثاني جيد وقاعد ماشي في الطريق الصحيح. بون اهم شيء ثلاث نقاط بالنسبه للنادي الافريقي بعد سلسله ثلاث تعادلات، اهم شيء ثلاث نقاط، انتصار 1-0 ولا حتى اكثر ليسونسييل، الفريق انتصر اليوم، احسن دفاع النادي الافريقي، لكن على المدرب زاد تحسين او تحسن من الناحيه الهجوميه. اليوم اوكي النادي الافريقي قاعد يسجل فيه اهداف، لكن في مقابله هكا ضيع العديد من الاهداف، معناها سور دي شي تكنيك شوا على المدرب انه يتعامل مع اللاعبين من الناحيه هذه. حاتم علقت على مباراه الملعب التونسي وشبيبة العمران. ملعب التونسي والشبيبة الرياضية بالعمران، ديربي بين العمران وباردو، كيلومترات قريبة بين العمران وباردو، الحقيقة كانت انتظارات كبيرة على المقابلة هذه بيسكو زوز فرق يبحثوا عن العودة لسلسلة انتصارات بعد زوز تعادلات كانوا عملوها ضد مستقبل سليمان بالنسبة لشبيبة العمران. وملعب التونسي كان رجع من تعادل من اتحاد رياضي ببن قردان، فوالا صفر مقابل صفر، دونك هذه اجواء ما قبل الا المباراه، ديربي كما قلنا بين عمران والاستاد. لكن الملاحظ مؤسس انه قبل المقابله كنا حكينا مع بعض جماهير ملعب التونسي، كان فما غضب كبير على اختيارات الناخب الوطني قيس اليعقوبي على سامي هلال وغيره، لكن من بعدها كانت ربما المباراه انتظارات كبيره انه يحب الملعب التونسي ما حبوش الملعب التونسي يمشوا في البوليميك، ما حبوش يعطيوك تصريحات ولا يعطيوك دونس سونس يشوف البوليميك. هو على موضوع سامي هلال، معناها حكينا مع رئيس النادي، حكينا مع جمال امام، حكينا حتى مع المنسق الاعلامي، اكد انه الموضوع تم غلقه منذ انه عمل التدوين سامي هلال عبر موقعه الشخصي على فيسبوك، من وقتها تم سكروا المدوسي وقال لك لا تو يخدم روحه ومركزين. المباراه الملعب التونسي كان الاكثر خلق للفرص منذ البدايه، فرض الضغط على شبيبة عمران بثلاثه واربعه ملاعبيه في الوسط وفي الهجوم حتى في الكلوارات، هذه فرصه من وائل الورغمي اللي عوض اللاعب ميلو الهادي خلفه وقدم مباراة ممتازة برشا. شبيبة العمران كانت واقفة بتنظيم دفاعي باهي برشا ومحكم وتلعب كل مرة الكونتر اتاك، هذه تصويبة وسامي هلال يتصدى لها سامي هلال، توغل مرة أخرى من نضال العيفي، كرة من راس من الصادق قديدة كانت قريبة الشباك منتصر السيد، جرب التصويب من بعيد، تصويبة هذه بونور موغيشا، شوفوا التصدي ايضا حارس مميز جدا الحقيقه منتصر السيد، كيف يعني الملعب التونسي عمل كل شيء في المقابله هذه، ولكن لقى دفاع محكم ولقى حارس مرمى متميز اسمه منتصر السيد. في الشوط الثاني تقريبا مشابه للشوط الاول، الشبيبه الدافع والبقلاوه تضغط، لهنا تجي هذه فرصه ضربه الجزاء، التوزيعه من الظهير الايمن الورغمي، فما الكونتاكت من محمد علي العمري على المهاجم صادق قديده، والحكم يعلن عن ضربه جزاء. بطبيعه محمد الحسين عنده راي في هذا الموضوع تحكي عليه بعد شويه. ضربه الجزاء احتجاج لهنا من لاعبي الشبيبه، ومورو يضيع ضربه الجزاء يتصدى لها منتصر السيد، هذه ثاني ضربه جزاء في ثلاثه جولات معز ضيعها شبيبه الملعب التونسي بعد ضربه جزاء كان اضاعها بلال تعليق على ضربه الجزاء ضد مستقبل جيبس ما تعطيش مليح سيئه مش قويه سيئه وفي الوسط معناه اوكي الحارس اختار الزاويه الباهية، ما الكرة ما كانتش كدري معناها في اونجل، كانت في الوسط وماهيش قوية معناها، ومارو ما عوضناش معناها بمثل هذه التسديدات صراحة. فيها برشا كونفيونس، فيها برشا كونفيونس، ومارو عادة يعطي روحه أكثر معناتها كونفيونس في التير دو بينالتي. وكل مدرب كان عمل أربع تغييرات، كنزاري دخل السعفي، إسماعيل العياري وأحمد الباجي، لطفي القادري دخل العكرمي، صالح الرمضاني والحضري، لكن رغم هذا السيناريو تضييع الفرص كان كبير بصراحة سيرتو ملعب التونسي، توفى المقابلة بعد معز صفر مقابل صفر، تعادل سلبي بين البقلاوة والشبيبة الرياضية بالعمران. نقطة مهمة لشبيبة العمران، أنا نذكر لشبيبة العمران في المرتبة السابعة راهو. نقطة مهمة جدا لشبيبة العمران اللي من أسبوع لأسبوع تبرهن، معناها حكينا برشا صحيح على ترجي جرجيسي، لكن فما وافد آخر من الرابطة المحترفة الثانية اللي قاعد يعدي في ديبيوت سيزون ممتاز جدا، وأنا راهوه معناها أكثر من سبعة هجمات خطيرة الحقيقة، فيهم ثلاثة فرص. حكينا مشكور حاتم هو اللي علق على المباراة، لكن شفنا الكل الفرص كانت تتعدى على بن حسين بن حميدة وبرجب في وسط الميدان اللي كانوا هما الدينامو نتاع الفريق واللي أعطاو فهمتي شبيبة العمران أكثر بروفوندور. لكن الملعب التونسي لهم كان روحه أربع نقاط يخسرهم ضد بن قردان في بن قردان وضد العمران، خليه يبعد برشا
على المراكز الاولى الحقيقه. وفي نفس الترتيب مع شبيبة العمران النادي الرياضي الصفاقسي. الصفاقسي المباراه كما قلنا النادي الرياضي الصفاقسي ومضيف الاتحاد المنستيري اللي حضر عدد كبير من جمهور ريسمو قامت بسبكتاكل حلو برشا في البنجانات. الاتحاد المنستيري كان خذاب زمام الامور منذ البدايه، هاو سبكتاكل ديجا حكيتوا عليه في الساعه الاولى على جمال الاتحاد الرياضي المنستيري. كما قلنا الاتحاد المنستيري منذ الاول سيطر على اول المقابله من خلال الركنيات، الدخول على الاطراف، النادي الصفاقسي تقريبا بعض المحاولات العاديه اللي ما مثلتش اختر مع غضب كان كبيره من المدرب سانتوس سورتو من المردود، فرصه توغل فما شفنا توغل محمود غربال، حازم مستوري ما غلطش على الكره. معنا اليوم كي نتابعوا الاتحاد المنستيري على مستوى الشوط الاول كان هو مسيطر حتى على مستوى نسبه امتلاك الكره، الفرص، التوغلات وغيره. النادي الصفاقسي ابقاء في الخط الخلفي بوجود ايضا الحارس ايمن دحمنا وغضب امامكم كما شاهدنا المدرب سانتوس. هذه مره اخرى كره على الجهه اليوم من الاتحاد المنستيري، موجود كالعادة الدفاع حاضر، أيمن الحرزي وأيضا حازم المستوري وأيضا اللاعب مهدي القانوني في الشوط الثاني والجفالي عملوا مباراة محترمة من ناحية الهجومية. النادي الصفاقسي خرج من 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 مناطقه مع خاصة مع الشوط الثاني الحقيقة تابعوا دائما في أيمن دحمان اللي يرجع مرة أخرى ويقدم مردود محترم. الشوط الثاني هذه فرصة مرة أخرى للاتحاد الرياضي المنستيري إلا توزيع هذه البونتو جابت البونتو أيمن الحرزي يصوب الكرة يتصدى دحمان ترجع قدام حازم المستوري برود الدم نتاع أتاكون الحقيقة عرف كيفاش يتعامل هرب على الديفونسور وسجل البونتو الأول لفريق الاتحاد الرياضي المنستيري. هدف كان في وقت محترم وممتاز بالنسبه للاتحاد المنستيري رجع بعد السي اس اس بطبيعه لهنا طبيعي جدا باش يخرج من مناطقه. كيف عمل بعض المحاولات من خلال تصويب عن بعد الركنيات وكان افضل مردود نادي الصفاقسي من الشوط الاول. في المقابله الاتحاد المنستيري كيف بقى يحاول انه يدعم النتيجه، المستوري جفالي ايمن الحرزي ومردود مميز كالعاده من معز حاج حسن وهذه هدف الاتحاد النادي الرياضي الصفاقسي. ركنيه ترجع في دوزيام بال موجود كريستو يصوب ويعدل النتيجه. شوف الفرصه معز هذه التصدي هذا وقتاش في الدقيقه 95 معناها تسرب من كان من حازم مستوري هرب على كوامي كره ما خذاش ملك الميلادي صوب والقنوني كان في دوزيام بوتو ايمن دحمان كان متميز توفى بعد المقابله بالتعادل 0 مقابل 0. دحمان كنا عليه في الساعه الاولى لكن على الاقل نشوفوا بعض الصور ناصر بالنسبه دحمان رجوع لاري الاخراني فسخ بها هدف حتى في الماتش بون هذاك بالطبيعه نحكي ولا الدقيقه 95 كانت هدف محقق انه الجارديان بيوت يفسخ هدف يخلي خاصه في النتيجه 1-1 معناتها كانت اخر كره في المباراه دحمان كان ديسيزيف خلى النادي الصفاقسي يرجع للفستير ويمكن زاد هذا اجل معناتها الضغط اللي موجود على المدرب نتاع النادي الصفاقسي اللي قاعد يحقق الحق الى حد الان عنده اكثر من 8 مباريات تو في الرابطه المحترفه الاولى لاعب زوج مباريات في الكوب دو لاكاف وعمل مباريات وديه عنده اكثر من 15 مباراه الى حد الان ما زالت القراءه الفنيه نتاعو مش واضحه معناتها اليوم شفت دخول كريستو دخول ويلي ودخول زاد حازم حاج حسن اللي عطاو اضافه نوعا ما في ال 20 دقيقه الاخرانيين لكن النادي الصفاقسي مش قاعد يلعب بفكر رياضي واضح الشيما تكتيك بالنسبه لي انا وكاني فما ديما حلقه ناقصه ديما وكاني الملاعبين اللي يدخلوا في نهايه المباراه هما اللي يعطيو إضافة إلى حد الآن. عندنا تصريح من سانتوس الجمعة هذه شنو مش عاجبه؟ دحمان أنقذ سانتوس نكون واضحين معناتها في الدقيقة الأخرانية دحمان عدا ماتش كبير لكن سانتوس الحقيقة تو كل ماتش بريسك تو فما أربع ولا خمسة ماتشات كنت حكيت معه بعد الماتش في تصريح فسفاس معناتها حكينا بالكدا مازلت ما فهمتوش الانترنور الحقيقة على خاطر المباراة الفارطة سمعت تصريح وقال صعيب برشا باش تمركي هدف في تونس. قلت له كوتش صعيب برشا نركيو هدف خاطر ما نحبش في البطوله نتاعنا هم المدربين الاجانب كلنا ما نحبوش هكاك حتى لو كان بطوله بملاعب ما تصلحش وجاءت ما فماش وجمهور ما يحضرش وغيره لكن كلنا قلت له كوتش تو صعيب نركيو في بطوله تونس شكون مركز الجماعه هذه للسي اس اس كريستو وين كان الجماعه اللي فاتت غائب عن القائمه نتاع السي اس اس علاش يا كوتش كريستو غائب اختيارات فنيه معناتها لهنا المشكل من شكون لهنا المشكل من المدرب من بعد يجيب لي تصريح جديد اللي هو بعد قاعد يدور اليوم نهار كامل في الفيسبوك صعيب برشا تربح ماتش في تونس ان شاء الله الجمعه الجايه كيف يربح نشوفوا شنو هو التصريح الجاي نتاع الكوتش سانتوس على خاطر ما نعرفش بالضبط شنو يستنى فينا من العام تكلمت عليه الاسبوع الفارط ونعاود نتكلم مره اخرى معناها تقولش علينا احنا بطوله تونسيه من زحل صعيب تمركي في تونس صعيب تربح في تونس شنو ما نعرفش ديما نرجع نقول يا خويا كان يداري في البوندس ليغا ولا يدرب في البريمير ليغ ولا شوف ما ثماش انت نادي الفريق نادي الصفاقسي جابتك وفرت لك رصيد بشري كبير باش تحقق الانتصارات وانت تلقى الحل لفريقك باش ينتصر اليوم الترجي الجرجيسي قداش من انتصار عمل 6 انتصارات الترجي الجرجيسي هو قادر انه يفوز
ما نحبش نقارن فقط معز، لكن اليوم المدربين الاجانب لازم بالعكس يعطيونا المثال. مقارنه صغيره معز، مدرب النادي الافريقي بيتوني، النادي الافريقي خدش تظلم من مره من الحكام، قداش لعب في ظروف صعيبه من الملاعب، كل ما يخرج يسالوه شو يقول لهم؟ ما نحكيش على التحكيم، ما نحكيش على الملاعب، هذيك النتيجه اللي جبناها. هو قابل يا اخي جاي يعرف البطوله اللي باش يلعب فيها ويعرف الاسبوع هذا معز ماتش تطاوين، قال 20 دقيقه الاخيره تاع تطاوين تهاجم بسته لاعبين، كنا مجبرين ان ندافعوا باش نحافظوا على النتيجه. ما قالش لا وانا كنت خير، ونفس الشيء قال في مباراه الاولمبي الباش، قال بعد ما خرج ايت مالك كان من الطبيعي بان نوخر الثاني. دونك يا اما يكف على التصريحات، يا اما وقت اللي صرح يحكي على الامور التكتيكيه والامور الفنيه وعلاش ما لقاش الحلول لفريقه. مدرب النادي الرئيس فيقسي في جوله يقول لك صعيب تماركي هدف، وجوله يقول لك صعيب تربح ماتش، انا نقول له صعيب كان مازال باش تطول. 8 مقابلات في الشامبيونا، 2 ماتش كوب دو لاكاف كما قال ناصر، وقداش من ماتش في البريباراسيون، دي ماتش اميكو عملوا في البريباراسيون، والتو لقى الديسبوزيتيف اللازم، والتو لقى التوليفه اللازمه، والتو لقى الاوتوماتيزم، والتو لقى التشكيله، والتو لقى لي شونجمون، والتو لقى الفورماسيون رونترونت. يا حبيبي كما يقول الكابتن الى متى معناها تدرب في النادي هذا الصفاقس يا راه واضح. إيه لا فيش فيها الحان وقت الاستقاله، ربما السؤال الحان وقت الاقاله ربما الاقاله عندها سوم زاد راهو سوم غالي نجم يكون مالا شنو انت جايب مدرب فهمتني ولا راتب سيرتان فهمتني معناها ايموليمون نورير وعنده ستاف ونصر يعرف، وكي حكيت معاه حكيت على مشروع ويتكي لك على المذهب الحام في يقول لك عندي جوارات جدد وعندي ادابتاسيون وعندي كذا وعندي ظروف معناها في الفريق تخليني فهمتي اللعب هذا واللعب الاخر كما كنت تحكيه معناها امور فنيه. لكن اليوم معناها بعد 8 جولات يعني كنت من اكثر وما زلت معناها ندافع خاطر ريتو عمناول مع بيترو اتليتيكو شنو عمل معناها معناها ما ينجمش جور لوندوما يولي مدرب متوسط اسم كبير معناها غريبه بوتيتر مازال راهو كيما اللاعبين بوتيتر هو ني با انكور ادابتي للبطوله نتاعنا بوتيتر ما لقاش تولي وقت دوك وخر في الوقت وخر برشا اداره الاتحاد المونستيري اللي كانوا فما 15 20 شخص حاضرين من سي اس اس تنقلوا للصفاقس للمستير لقاو حل شفت لقاو حل مع السلطات الامنيه باش دخلوهم للاستاد وحضروا الماتش نتاعهم الله يذولي الحل حان الوقت بانه يجرب انه يرجع يحضر جمهور ضيف في الملاعب وترجع المقابلات ويرجع انا شوفوا جمهور في مستير وجمهور في جرجيس وراو كانوا في وسط البلاد راهو في الكل تخيل تخيل حد في بنزرت تخيل السيابي والاتوال والجمهور الاتوال حاضر ولا سي اس اس صحيح انا جربنا ديربي في فينال كوب 2016 وتعدى لاباس او كان نلعبوا شامبيونز ليغ او كان نلعبوا في شامبيونز ليغ لانه الكاف تفرض يحضر الجمهور الاخر كي يبداو زوز في رقم معناها ماذا بينا لو كان نشوفوا حتى بشويه 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 كيفاش نبداو نرجعوا من 2011 لليوم ما غير طبيعي ان الجمهور الضيف ولا اقل من 18 سنه بالطبيعه ما يحضروش. خلاص المشكل بدا يتحل شويه. قاعدين يتعداوا قاعدين يتسامحوا كل واحد يدبر بوق قدام استاد ويدخل معاه. هاي نستقبلوا حمد بن حسنة في 3 مباريات هذوما للموفيلا. شكرا لك حاتم كازبار تلقاو شهر 2 الجاي. عسلامة. عندك اشتراك ألفا على تلفزة ولا بوكس ولا تليفون أندرويد وتحب تراجع دروس صغيرك؟ بعد ما تحل تطبيق أسياس تختار ألفا التعليمية في واجهة التفعيل تنزل على غيستور يخرج لك ميساج لكود ايتي غيستوري افيك سكسي. جميع دروس المرحلة الابتدائية من التعليم الأساسي متاحة، نفس الدروس اللي يقراها صغيرك في المدرسة باش تلقاها في تلفزتك. ألفا التعليمية مدرسة في كل دار. ميتي نتس جرو. تابع كل مقابلات كرة القدم التونسية حصرياً على ديوان سبور وكل نهار اثنين التسعة متاع الليل على ديوان سبور وتلفزة تي في برنامج لابري ماتش مع معز بن غربية. في البرنامج تلقاو كل الصور كل الكواليس كل الأهداف بطبيعة التحليل مع كامل الفريق. ديوان سبور عيش غرامك لايف. ما
مرحبا بكم من جديد في لابري ماتش. نستقبل سي محمد حسان وسهلا سي محمد في الموفيولا. واش نبداو ثلاثه مباريات، المباراه الاولانيه اتحاد تطاوين والنادي الافريقي. دونك اتحاد تطاوين والنادي الافريقي بتحكيم بديس بن صالح، مع الاسف باش نبداو بالصوره هذه. بديس بن صالح لم يوفق في تطبيق لوائح الماده الرابعه، ونشوفوا شوفوشمون دو كولور، شوفوا اللون الطاغي هو الازرق والاحمر. كل المتابعين للقاء هذايا تعبوا برشا في متابعه اللقاء، سواء صحفيين، جماهير، حتى اللاعبين بيدهم هما لقاو مشاكل. تشوفوا لي باس لادفيرسير، كان تعملوا ستاتيستيك باش تلقاو لي باس لادفيرسير برشا في المقابله هذه. هنا عدم توفيق من الحكم في اختيار الالوان. شنو كان مطلوب منه يعمل؟ كان يلقى سان كولور ديفيرونت، الفريق A، الفريق B، حارس الفريق A، حارس الفريق B، ولونه هو يكون مميز، خمسة ألوان لازم تكون على الميدان. واضح. نمشي للقطة الثانية، الهدف الملغى للنادي الإفريقي. هدف ملغى للنادي الإفريقي، هنا المادة 12 تحمي الحارس كيف يكون مسيطر على الكرة بزوز يدين، نشوفوا هنا الحارس بزوز يدين يهبط، يعترضوا إيدو لعمل خطوتين ويسجل هدف. هنا بطبيعة الحال، المادة 12 تحمي الحارس ومخالفة غير مباشرة لصالح الحارس. خلينا نركزوا، الحارس هنا ما الكرة ما فلتش كرة هو. هو هنا مسيطر على الكرة بزوز يدين، إيدو يعمل خطوة لقدام يرتطم بالحارس. أنا أعطيك حاجة أخرى. فرض أن الحارس يصطدم بزميله وإيدو يلقى الكرة أمامه، له الحق أن يسجل، لكن بالمنافس المادة 12 تحمي هنا الحارس. واضح. معناها قرار الحكم سليم، كان سليما. باه، النادي الافريقي طالب بضرب الجزاء. بالفعل طالب ضرب الجزاء في اللقطه هذه. توزيعه نشوفوا هنا الكره ترتطم بيد طبيعيه من لاعب اتحاد تطاوين، ايضا الكره تجي من زميله، ونعرفوا القانون كي تجي كره من زميلك واليد الطبيعيه هنا لا وجود لضرب الجزاء. هنا قراءه سليمه من الحكم بديس بن صالح. اللقطه اللي بعدها ايضا النادي الافريقي باش طالب بضرب الجزاء. حمدي العبيدي مسيطر على الكره، مستحوذ، مدافع اتحاد تطاوين يقوم بعرقله المهاجم في زوز ارجل نتاعو. هنا شوفوا المجهر يدل ان المخالفه وقعت على خط مناطق الجزاء، خطوط مناطق الجزاء الفي بارتي دو لا سيرفاس. هنا المدافع لم يفلح في لعب الكره، كان على الحكم انه وين هو الحكم ما مرش فيها سمع. ما يظهرش لهنا، لكن بعيد شويه مش الحق لهنا في موقف متميز. كان على الحكم هنا أن تكون عنده قراءة سليمة وأن يعلن على ضربة جزاء لصالح النادي الأفريقي. مخالفة بكل صراحة كانت واضحة وصريحة على حمد العبيد. حكم كيما نلعبش بزاف ريش هنا موقع ممتاز، لكن إلى بيردي كونسنتراسيون. والله يا جماعة اللي فات قلت لي زاد حكم هكا نفس الحكاية، إلى بيردي كونسنتراسيون، والجماعة اللي قبلها إلى بيردي كونسنتراسيون، والجماعة اللي قبلها موفيولا راه فيها 26 لقطة يا سي محمد. ياسر غلط حكام. هذه غلطة واضحة، المخالفة واضحة وصريحة على حمدي العبيدي، كان على الحكم أنه أكثر تركيز واضح ويسند ضربة الجزاء. رغم ذلك فما نقطة مضيئة في المقابلة هذه، نشوفوا الإكسبلوزيفيتين بعد بتاع الحكم. اللقطة الموالية هي نفس اللقطة، شوف الحكم هنا معز في الدقيقة 91 30، شوفوا الفيتيس، شوفوا الإكسبلوزيفيتي، شوفوا الديفياسيون، وكأنه تو بدأ المقابلة. كوميم نقطة مضيئة لازم ننوه بها. واضح. نمشي للمباراة اللي بعدها، ملعب تونسي شبيبة العمارات. هذه إعادة العمل، إعادة اللقطة. كان زفر ضربة جزاء يكون عملها ماتش بارفي، يمكن خير من الجارية. هنا مقابلة الملعب التونسي وشبيبة العمران، نشوف هنا المدافع ما كان مدافع شبيبة العمران ما كانت عنده حتى شانس باش يلعب الكرة، المهاجم كان أمامه يستعمل هنا هي السبوت لهنا، زوز يديه للدفع، الدفع كان مجاني، ضربة الجزاء كانت واضحة وصريحة الملعب التونسي، والحكم يسرب عليه أعلن على ضربة الجزاء. اللقطة اللي من بعدها اللقطة الموالية كما ما نحبوش الحكام يعتديوا عليهم، كيف هنا يسربوا عليه، وقع الاعتداء عليه لفظيا، كان عليها التريث، شوية دم بارد، الحكام مالوريزمون ما عندهمش الحق. هل الحكم مطالب برد فعل؟ لا لا لا، الحكم هنا ما عندناش الحق نرد الفعل، ردة الفعل فقط في الصافرة، استعمال الأوراق، التقارير، ولا نوت دو لاربيتر في الفيدو ماتش. اوتر كو سا الحكم ان با لو دروا باش يعمل رياكسيون ني بار جيست ني بار بارول. هنا مالوريزمون يسري فقد شويه اعصابه، وهنا صوره غير مبرره من الحكم يسربوا عليه. انا نتفهم الوضعيه نتاعو انه ثم شتم، لكن هنا ما عندناش الحق في رده الفعل بكل صراحه. واضح. اتحاد الرياضي المونستيري نادي الرياضي صفاقسي، انا خمسه لقطات سي محمد. نعيم حسني هو حكم المقابله، نشوفوا هنا تدخل عنيف على لاعب الاتحاد المونستيري بيرفع رجل، لعب خطير على مستوى الوجه. نعيم حسني اكتفى بالورقه الصفراء، لكن هنا كان على الحكم اقصاء
لاعب النادي ورقة حمراء الصفاقسي مباشرة. هنا لاعب خطير. اللقطة اللي بعدها هنا اللاعب الحباسي على ما أظن تدخل على لاعب الاتحاد المنستيري. إن يبا الانتونسيتي إن يبا لفيتيس، لكن الحكم هنا اكتفى بالورقة الصفراء. هنا لكونا با ديري ان سلايس. دونك هنا الحكم نعيم حسني اكتفى بالورقة الصفراء. في حمرة ذيك. لا هنا إن يبا سي با ان كو توتال. ضربة خفيفة معناها. فوالا، أما لورسكو لو كو دير، سامحوني باللغة الفرنسية، هنا لازم الورقة الحمراء كي ثما ان كو كي دير. محمد جو دونجورو حمراء بار ديريير. لا جو دونجورو متفاهمين. جو دونجورو بار ديريير. لو جو دونجورو ثما لاعب خطير بالورقة الصفراء. ما فيهاش اجتهاد تصور حمراء على طول. لا لا وجدي نحب نفهمك حاجة. وجدي ما نساش خليها تينا فما قانون هنا. الجو دونجورو تنجم تعطي لي ورقة صفراء. كي يبدا تدخل بارسيال. أما اللي قبلها ورقة حمراء. جو دونجورو تدخل كبير. سي محمد بالكرامبون بالكرامبون على الكرو بوبليتي من تالي. لكن الاعتبار اللي قلت لك عليه. ما ينجمش يلعب الكرة كيش يصير. دكتور عنده حتى شانس. يا جماعة خليه الراجل يخدم على روحه. ما يسالش عليه نقاش باهي. لكن هنا لو كو نا با دوري. باهي. باهي. نمشيو للقطة الموالية. هدف الاتحاد المنستيري. حابين نوريو ان الهدف الاتحاد المنستيري كان سليم عند انطلاق الكره. هذا الهدف دونك باش نرجعوا تو لانطلاق الكره. عند انطلاق الكره كان لاعب مهاجم الاتحاد المنستيري في موقف سليم، وهذا الخط الوهمي، ونشوفوا فما زوج مدافعين كانوا متاخرين على المهاجم، وهدف الاتحاد المنستيري كان هدف شرعي. نجيو تو للاحتجاجات معز والفليو بتاع الاحتجاجات يتواصل. لاعب الاتحاد المنستيري هنا اخذ ورقه صفراء، ما يستحفظش على روحه، يوصل الاحتجاج على الحكم، يحط يده على الحكم. ايوه مش شبه هذه لا يتمالك. بيان سور تشبه. اي مش قلت لنا سي محمد سامحني في نذكر مليح القاضي الميدان والزي محرم وكذا. اي وين الورقه الحمراء؟ كان على الحكم الانذار الثاني لهذا اللاعب. لا اول حمراء مباشر. انت المره اللي فاتت قلت لي ينجم يعطي حمراء مباشر. بطبيعه الحال الاعتداء على هيبه الحكم والاقصاء. هنا الحكم نعيم حسني تسامح مع اللاعب وكان عليه توجيه الانذار الثاني والاقصاء بطبيعه الحال. لقطه مماثله ايضا لكن المره هذه للنادي الرياضي الصفاقسي. نشوفوا اللاعب الحبوبي يرتكب المخالفه، يسند له انذار. الحبوبي هنا على ما اظن الحبوبي مانيش غلط الحبوبي لا يكتفي بالانذار، يواصل الاحتجاج، يواصل مضايقه الحكم. شوف هنا اللقطه، شوف هنا اصرار على الاحتجاج، ماهوش مسيب الحكم مازال. وكيف كيف هنا كان على الحكم اسناد الانذار الثاني للحبوبي واقصاه. شوف هنا الاطناب في الاحتجاج. ترو سيفير سي محمد، زو صفر في نفس الاكسيون حكيناها قداش من مره. شوف ترو سيفير برشا. سيفير باش نكملوا بسبعه كونتر سبعه. انا باش نجاوبك هنا دكتور، اذا اللاعب عنده ورقه صفراء ما استحفظش على روحه، الحكم ما يستحفظش عليه. وانت مادام عطيتها للنادي الافريقي في الجوله لازمك تكمل مع البقيه كيف كيف. هذا مش نفس الحكم هو، كان الحكم هو بيدوي. ما الاشكالي هنا معز. ما لازم هنا هي المعضله الكبيره. المعضله الكبيره والمشكله الكبيره في اليونيفورميتي دي ديسيزيون. لازم الحكام الكل عندهم نفس القرارات. يونيفورميتي دو ديسيزيون. يا اخي مش القانون هو بيدو، الحكام كلها نفس القرارات اللي يتخذها. هذا هو اللي لازم يكون ورح. في وعي. نرجع لك سي محمد بعد قليل بعد ما نكمل بقيه المباريات بعد فاصل قصير. نبداو باشر. مرحبا بكم من جديد في لابريم ماتش. تحق بينا زميلنا هاني ابراهيم. نبداو بمباراه الاولمبي البيجي والترجي الرياضي الجرجيسي. هاني مرحبا بك معز بكافه المشاهدين على ديوان سبور وتلفزه تي في. كما قلت المباراه هذه ساعه قبل ما نبدا، وهي مباراه على بالارقام حسب الترتيب بين المتصدر والمرتبه الثانيه. معناها اوكي الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي مباراه القمه حسب التتويجات، لكن مباراه القمه تتسمى في الجوله هذه هي مباراه الاولمبي البيجي والترجي الجرجيسي. كنا مع الترجي الجرجيسي من مقر الاقامه اللي تحول لتونس العاصمه على متن طائره في رحله جويه من جربه ثم تحول الى بيجا. نعرفوا انه كيف الاولمبي البيجي كان موجود غادي تحول الى مجاز الباب. مباراه كانت معينه في تستور لكنها تلعبت في مجاز الباب في اخر 48 ساعه، رجعت تعين الى مجاز الباب. نعرفوا بالكدا وضعيه ملعب مجاز الباب، واللي للاسف معناها شفنا برشا مقابلات في الملعب هذا واللي لا يليق برابطه محترفه اولى الحقيقه. هذا كما تشوفوا تفرج الناس تفرج فينا تو، شفنا طاقم التحكيم الملاعبيه الجماهير الاولمبي البيجي، واللي للاسف جماهير تقريبا 80% من الجماهير تتبع المباراه وقوفا
فما عدد صغير في المدارج تعرف اللي قرادام يهزوش برشا جماهير. المباراة كما قلنا بين المتصدر ولو في الترتيب قبل الماتش كان الأولمبي البيجي مرتبة أولى وترجيس مرتبة ثانية. مباراة انطلقت بداية ترجيس الفريق الضيف بقوة، شفنا هجمات هذه التسديدة عن طريق المحرسي اللي يجي فوق المرمى كيف كيف. من بعد شفنا شوية زاد أكثر هجمات من ترجي الجرجيسي اللي حاول في أكثر مرة، هذه اللقطة نتاع أشرف الجبري ومعز بن شريفية واللي احتسبها لحكم مخالفة لمعز بن شريفية. من بعد سي محمد ينجم يتصور يعطينا الحكم الصحيح لأنه فهم برشا شكوك. هذايا كيتا اللاعب الأولمبيا البيجي يحاول في مرة أولى ومرة ثانية، وحارس الترجي الجرجيسي بامتياز الحقيقة يخرج الكرة. هذايا الهدف نتاع ربيع الحمري اللي سجل الهدف الأول للأولمبي البيجي، هدف الحقيقة ممتاز جدا، توزيع رأسية. هذه المخالفة من الترجي الجرجيسي اللي رجع أكثر في الجزء الثاني من الشوط الأول، ثم واصل على نفس الشيء الشوط الثاني تمريرة من يونس راشد يخرج لاعب الترجي الجرجيسي أشرف الجبري راس راس، وهدف الحقيقة بطريقة ممتازة جدا. كيف كيف نفس الشيء، ديما تمريرات تكسر الخطوط، تمريرات في العمق، الأولمبي البيجي حاول يرد، هذه ركنية تخرج خارج الميدان، الأولمبي البيجي حاول يرجع في النتيجة ويزيف الثاني، لكن خطأ فادح في الدفاع يكلف الأولمبي الترجي الجرجيسي أنه كان يسجل، لكن الأولمبي البيجي تفادى هدف الحقيقة في اللقطة هذه. الهدف مش باش يبطأ برشا لأنه باش تجي ضربة الجزاء للترجي الجرجيسي، هاو نشوفوها لهنا ضربة الجزاء واللي ضربة جزاء واضحة جدا ينجح في التنفيذ نتاعها لاعب الترجي الجرجيسي. شفنا هدف الثاني واللي الحقيقة عرف كيفاش يسجل الجنيشي اللي زميل معز بن شريفية السابق في الترجي. الأولمبي البيجي حاول في آخر اللحظات وآخر الدقائق من المباراة العودة وتعديل النتيجة على الأقل، لكن الترجي الجرجيسي حاول أيضا هو الآخر وقعد الند لند تقريبا في المباراة، ما سلمش، ما شدش الدفاع، شفنا هجمة بهجمة في آخر تقريبا 20 دقيقة من المباراة، وهذا الشيء اللي خلى حتى فريق سجل هدف، بالتالي انتصار يتقلب على أثر الترتيب يمشي إلى الترجي الجرجيسي يصبح مرتبة أولى والأولمبي البيجي مرتبة ثانية. حكينا مطولا الساعة الأولى على هذه المباراة وعلى الترجي الرياضي الجرجيسي، كان إضافة صغيرة معناها حكينا بالكدا. يمن الزلفاني اللي أعلن انسحابه من تدريب الأولمبي البيجي البارح لأسباب عائلية في كل وسائل الإعلامية، اليوم نلقاه صحح في فريق ديالي العراقي. واضح ديالي العراقي منذ دقائق المخرى مش على المباراة، بربي على الجامعة التونسية لكرة القدم وعلى الرابطة، بربي ما تهبلوش العباد وما تهبلوش جماهير كرة القدم وما تهبلوش مسؤولين النوادي، راهو حاجات راهو ماشي تاع رابطة محترفة. أول شيء الجامعة التونسية لكرة القدم تهبط رزنامة، تلعب نهائي كأس تونس في وقت الترجي الرياضي نهارتها يكون في افتتاح كأس العالم للأندية. اليوم الرابطة تعين الماتش في تستور ومن بعد تجيك قبل 24 ساعة تقول لك لا أرجع لمجاز الباب. مر اللي فات شبيبة العمران عينوا لهم الماتش في ملعب ويترناوا على على ملعب عشب اصطناعي، تجيهم قبل 24 ساعة تقول لهم لا باش تلعبوا في عشب طبيعي. جمعة ولا جمعتين ثلاثة قبل النادي الرياضي الصفاقسي عنده ماتش معين نهار السبت ويحضر في الماتش، ليلة الماتش يبعثوا لهم قول لهم لا الماتش نتاعكم تبدل نهار الأحد. يا ودي يجي يسوش قلت لك على الملعب والنادي الصفاقسي مرة تلعب نهار السبت قال لهم نهار الأحد. راهو مش معقول، أنا في رابطة محترفة راهو ثم نستخدم، راهو باش تعمل برنامج نتاع التمارين نتاعك، راهو حصص تمارين مقسمة بالقدام، تجيش روق 24 ساعة تبدل لي الملعب، تبدل لي النهار، تبدل لي الوقت، تبدل لي كذا، ركزوا رواحكم رانا في رابطة محترفة. معز جست ملاحظة على الماتش هذا، تحكي عن النظام وتحكي على المنظر العام تاع الماتش، حبيت نوريك معلق المباراة رفقي. رفقي بستة زميلنا تسعة الماتش معناها قناة الوطنية، ومن الصور هذيا نحب نوجه نداء بالحق هذا في ملعب المنستير المزيان برشا اللي أرضيته مزيانة للجرادان نتاعو مزيانة برشا. نشوفوا تصوير رفقي، يعني هذه الظروف اللي علق فيها على المباراة باش العباد اللي تبدا تسمع وتتفرج تعرف الظروف. والله حاتم كزبار علق يظهر لي في ظروف كزبار بعد بجمعة مزيان مريض وقتها في نفس الملعب اللي علق في ظروف ثم ظروف باهي رفقي. تحية رفقي هذا وين هذا؟ هذا في مجاز الباب. مجاز الباب مجاز الباب قلت مستير لا باش نكمل المستير. يعني هذه المفروض انه منصة صحفي في المستير منصة صحفيين معز استاذ معز لو منصة صحفيين معز لا وجود لمنصة صحفيين هي اسمها لا 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 مفروض المفروض لكن تدخلها تدخلها بكارت بريس ولا بالباج البلاصة هذيك اي بلا منصة صحفيين في المستير معز مواطن تقعد غادي في المستير باش تفرج في ماتش الاتحاد المنستير النادي الرياضي الصفاقسي دبرت كرسي باش نكونوا واضحين منصة صحفيين في المنستير زاد استاد محليه كل شيء محليه كنشوف وين حاطين منصة صحفيين في بلاصة الفوق ودروج مش محمي
حسيلو قدونا بلايص مزيانين خلنا نجمو نتفرجوا في الماتش بالكدا. خلينا جوست نعلق على مالك حاجه اخرى. انت قلت من الصحفيين هو كيفاش فما تروا جرادان اللي هما لاصقين لبعضهم، فما في الوسط هذه اللي تتسمى اونت بارونتيز من الصحفيين واللي هي مش من الصحفيين، لانه احنا موجودين يمكن 6-7 صحفيين ومعانا 20 ما همش صحفيين، معناها باش نبداو واضحين. حتى في من الصحفيين في راتس تلقى 20 لكن هذا اكثر برشا مركب انتم من هنا تسمع صياح بالضبط. على يسارنا موجود جماهير الاولمبي البيجي واللي هما ديجا 30-40-50 معناها خليهم يطلعوا في الجرادان. على الجهه اليمنى فما جماهير الترجي الجرجيس، واللي الحقيقه نرجعوا للكلام اللي قلتوه قبيله، وقت وقيت باش يكونوا الجماهير زوج حاضرين، وشفنا الحقيقه علاقه طيبه حتى بعد المباراه، فرحه جمهور الترجي الجرجيس، الاولمبي البيجي جمهوره صفق عليهم وجاء وقالوا لهم حتى احنا نحبوا تستقبلونا في جرجيس في الروتور كما هكا، وكانت اجواء طيبه جدا. واضح. اشرف الجبري. اشرف الجبري ملاعب هذا اللي سجل حتى الان 4 اهداف في بطوله الرابطه المحترفه الاولى، يقول القائل فما ملاعبي زاد سجلت كيف وحتى اقل منه موجودين في المنتخب، يستحق علاش لا؟ ملاعبي مازال صغير في العمر، ملاعبي معناه ابن الترجي هذا التونسي، كان انتقل منذ الموسم الفارط للترجي الجرجيسي، لاعب الحقيقه اللي اظهر امكانيات كبيره، معناها ملاعبي في عمر 22 سنه يلعب 379 دقيقه توا في البطوله يسجل فيهم 4 اهداف، ما نتصورش كان هذايا يكون ماهوش موهبه وما يستاهلش نهار يكون في كان عندكم تعليق لانه حكينا برشا على هذه المباراه باجاز قلنا نمشي للترجي الرياضي التونسي ومستقبل جابس. يمكن الاختيار وقف بينات الجبري والمستوري، المدرب ناخب لوتا نختار المستوري. علاش هو لازم يزز ملاعبي برك معناها بيناتهم الزوز هو اختار واحد، هذا اللي فهمته وانا في الاختيارات. ماذا بينا النوادي نتاعنا كيبنا عندنا لاعب موهوب وخاصه في المهاجمين اللي احنا نفتقده في البطوله تاعنا، هو لاعب الترجي الرياضي يظهر لي معنا وجهه نظر. انت تجيب مهاجم اجنبي كيما كيبا سوي، يظهر لي كيبا سوي يحتسب عليك اجنبي مش خير من اشرف اقل من 21 ترجي حق انت مادامك ترجي الرياضي التونسي اعطانا ترانزيسيون. اي لاعب ترانزيسيون ترجي الجرجيسي، اي كان على ترجي الجرجيسي اي بعد مباشره نمشي ولي ساعه. تحيه الفريق هذا يعطيهم الصحه، 8 جولات متصدر البطوله، اول مره منذ 13 سنه يكون متصدر البطوله خارج الرباعي الكبير اونت بارونتيز تتويجا بالالقاب، ديما نقولوا كبار تتويجا بالالقاب. ترجي الجرجيسي رئيسه حافظ طالب كان وجه ميساج بعد المباراه، ميساج يعني حتى المحللين تاعنا هنا. وين كنت الساعه الاولى؟ لما كنت الساعه الاولى على حافظ طالب عديناه وحكينا عليه مش نعديه فقط باش نحكي لانه الاولاد نتصور حتى كي سمعوه معناها انا حكيت معاه معناها الانترفيو مش نعديه الكل غاضب بالضبط. جدا الحقيقه من المحللين ونعرف انا على شنو المباراه اللي غاضب منها جدا عنده الحق. الناس قارنت وعطات الحق للفريق وعنده الحق وعنده الحق. هاي الترجي الذي تونسي مستقبل جيمس مباراه الترجي، الترجي اللي خرج من السلسله نتاع النتائج السلبيه واللي افرزت استقاله او اقاله كاردوزو، يجي من بعد انتصار في سوسه يمشي الرادس يستقبل المستقبل جابس. انتصار 2-1 في المباراه هذه، الترجي دخل المباراه طبعا في وجود مدرب جديد في المدارج اللي شاهد المباراه هذه، دخل المباراه هذه ضد مستقبل جابس، مستقبل جابس اللي ايضا كان جاي من انتصاره الاول في البطوله. مباراه دخلها الترجي بقوه كالعاده بلارمدام تاع ليزاتا كومتي يوسف البليلي يانساس رودريغو رودريغيز كيف قصيم عاشم بعد نحكيه بالقدية عن اللاعب هذايا. ديما الخطورة كانت من الجهة اليمنى من الجهة اليسرى عفوا شيرة يوسف البليلي واللي كان ديما الثنائي البرازيلي يانساس ورودريغو رودريغيز كانوا مشاركين ديما في الهجمة. شفنا الفرص خاصة في الربع ساعة الأولى أكثر من فرصة، ذي الهدف بتاع رائد بوشنيبة تصويبة ممتازة جدا. شفنا مستقبل جابس حاول يرد، مميش كان حاضر في التصويبة هذه الأولى الرأسية. ترجي الرياضي التونسي حاول في أكثر مرة، ضغط عالي على دفاعات مستقبل جابس، هذا خطا من حارس عبد القادر شويه لكن يتعدى سلامات للحارس هذايا قصيم عاش اللي حاول يضغط. من بعد مستقبل جابس مخالفه مميش يصعد باش ياخذ الكره وخطا فادح جدا يكلفوا هدف التعادل لمستقبل جابس، خطا فادح الحقيقه ما فهم حتى عذر باش حارس يعمل خطا كيما هكا. من بعد نمشيو نشوفوا الهدف تاع الثاني تاع مصعب للاسف معز الحقيقه غلطه برشا الحقيقه، هذا هدف ممتاز جدا معناها يعطيه الصحه قصيم عاش الملاعب اللي حكيتوا عليه قبيله شويه، معناها يبرهن انه ملاعبي من طينه كبيره كان نجم مساج حتى نعاودوه الهدف الحقيقه، هدف مميز جدا تصويبه بالساقه اليسرى.
يسجل هدف ممتاز جدا قصي معاشم. بعد شفنا ترجي يواصل ديما يواصل في الهجمات نتاعو يحاول يدعم النتيجه بهدف ثالث، لكن عبد القادر شويه يتالق في اخر نصف ساعه من المباراه ويحافظ على النتيجه ومستقبل جابس. نجم نقولوا انه خرج باخف الاضرار الحقيقه، دونك جهاب الليلو عندي عنده الحق انه يفيليسيتي الجوار نتاعو. واضح حنا نعاودوه الهدف والكم الكلمه اللي حاب يعلق على هدف قصي معاشم تفضلوا. انا حبيت نحكي على الهدف، هدف مزيان برشا، كاليتي تاع الكونترول مزيانه برشا، والفراب معناتها الملاعبي كيفاش عنده الجراه، هو راهو الاهداف هذوما يسجلوهم ملاعبي كان يبدا عنده ثقه في نفسه باش ينجم يعمل تير دو لوان كيما هكا. مع دار الملاعبي عنده موهبه ممتازه برشا، الامكانيات الفنيه موجوده. اليوم ملاعبي كيما هذوما يلزم نعطيهم فرصه زاده، كيف كيف يلزمنا نطالبوهم، كيف كيف يلزمهم يقعدوا سخي مع القاعه، هذه بدايه مهمه برشا. حبيت زاده كيف كيف نعطي ميريت نتاع عبد القادر شويه اللي فريمون عمل مباراه ممتازه برشا ومنع الترجي من اكثر من ثلاثه اربع اهداف. راهو الحارس هذا نعتبره مش محظوظ برشا، راهو بشير بن سعيد كان الحارس الاحتياطي نتاعو في وقت من الاوقات في ملعب في مستقبل جابس، هذاك علاش اليوم الحارس هذا قاعد يعمل في موسم ممتاز، قاعد يعمل في اداء ممتاز. حبيت نقول له يعطيك الف صحه، بالرغم انه تعرف الحراس هذوما ما خذاوش برشا فرصه باش ينجموا يمشيوا للكابيسيونال، لكن اليوم بالمردود هذا قاعد يجلب في الانظار. قبل ما نجيك صادق مباراه النادي البنزرتي نجم الساحلي وجهي. اهم شيء الانتصار اليوم بالنسبه للترجي، كونفيرماسيون تاع ثلاث نقاط يروح بها الترجي من سوسه، اول مقابله في الـ في الـ في الموسم هذا الترجي تحصل المردود بلوز اوموا، اول مقابله زاد لو ديسبوزيتيف يتبدل 4 2 3 1 اللي شفنا اول زاد ماتش ليان ساسي اللي هو يلعب كوم ريجيسور تحت لاتاكون، شفناه افيكاس، شفناه قدم مقابله برشا. يوسف البليلي كان مردوده تحسن وتطور في المقابله ذي، شفنا يوسف اللي الخطوره الكل نتاع الترجي كانت على اليسار، الوليد معاشا اكثر من جماليه الهدف، ان خلينا نقول الشخصيه نتاع الملاعب وقت اللي في واحد واحد توت سويت ترجع لك جابس مستقبل جابس سجل هدف، الملاعب ياخذ الكره كومون يلوز ويمشي الفيكس بجاس تكنيك ويضربها في اللونغ هذيك مش بالساهل. دونك ملاعبي حكينا عليه معز في الحلقه الفارطه، هوني نحكيو على انتيليجونس نتاع وذكاء الكبير نتاع اي مدرب، هوني مطالب باش تخلق كونكورونس في الجروب. اذا كان عندك مكوانا في كوم جوار دو كولوار على اليمين يجب تخلق له كونكورونس بتونسي ولدك ابن النادي هو قصي معاشا، كيف على اليسار البليلي اليوم يجب تخلق كونكورونس بينه وبين بوقره. ترجي في الثنيه صحيحه، المدرب كما قلنا مره الاخرى ظاهر انه الربح يتصلح على الربح خير ما يتصلح في ظروف خايبه. ثم لاعب اخر معز اي حكى عليه تحكي على الاولاد كل، ثم لاعب اخر زاد مهم جدا يكون لاعب ما تكلمش عليه برشا هو اوكبيلو. اليوم ماتش تاع اوكبيلو اللي عداه صراحه مقارنه باولو هذا الموسم اللي قدمه اولو ثقيل رزين في تخريج الكوره، صراحه اوكبيلو موجود في كل ميدان في التغطيه في اخراج الكوره. ومن ناحيه مستقبل جابس انا تساؤل الاولاد تابعوا برشا الاسبوع الفارط شفنا مباراه مستقبل جابس ربحت، فما اللاعب اللي كان نجم المباراه تاع حسين منصور اليوم نلقاه على الدكه الاحتياط اي معناها لاعب احسن لاعب مباراه الفارط وسجل الكل. انا نستغرب على اليوم على الدكه الاحتياط تصور مزيانه. وقبيله كنا نحكي على رفقي بوسته حبيت نعمل ربطه صغيره اللي راهو الاسبوع الجاي باش يكون عندنا مخرج تونسي هيثم سلحه باش يكون موجود في زوز مباريات في الكاف اللي هو اول مره عندنا مخرج تونسي باش يمشي المالي وباش يمشي البوركينا فاسو السنغال، حاجه تشرف برشا راه عطيونا برك الامكانيات ونحن تنخرج لكم كل شيء في تونس ان شاء الله. واضح الصور هذه صور هيثم سلحه ايضا مباراه قبلت وخليت في مستقبل الجيبس. اي صادق نادي الرياضي بنزرتي نجم الساحلي. صحيح نادي الرياضي بنزرتي ونجم الساحلي مباراه في بنزرت في 15 اكتوبر، مباراه صعيبه برشا كانت على الفريقين برشا ضغط، لكن نادي الرياضي بنزرتي بدا خير من نجم الرياضي الساحلي وتوفرت له زوز فرص سانحه للتسجيل في اول خمسة دقائق. المهاجم العثماني ما عرفش يتعامل معاه، الكره الاولى والكره الثانيه كيف كيف كانت خارج الاطار، ضيع الفرصه نتاع تسجيل الهدف الاول، لكن سرعان ما نجم الساحلي خذا بزمام الامور، كان هو فهمتي المهيمن فوق الميدان، توزيعات وهنا الفرصه الاولانيه اللي سميشي استغل العثره نتاع زوز مدافعين، كره توصل لعواني الحقيقه اللي في موقع نتاع ضربه جزاء متحركه يضيع الهدف، معناها كان سهله برشا. من بعد دقيقه 26 رقي العواني هو بجوده وركنيه والنجم الساحلي عن طريق سلاح الغدامسي اللي معروف معناها بيتقانوا الضربات الراسيه يسجل الهدف الاولاني.
الثاني وتواصل كيف كيف ضغط نادي بنزرتي حاب يرجع في المباراة هنا عن طريق فهمني توزيعات. علي جمل كان متفطن لكن لازم أكثر تركيز في التقاط الكرات الهوائية. جينا من بعد نجم هذه الساحلي شفناه كيفاش طايح شوية في البلوك حاب يلعب على الكرة المرتدة. نجيو هنا في أول الشوط الثاني فرصة كبيرة كيف كيف زياد العلوي تتاح له هنا نادي رياض بنزرتي ما يعرفش جسم وتجي لقطة بتاع الهدف الثاني هدف ممتاز جدا ما نشوفوش برشا أكثر ما نشوفوش برشا مخالفة كما حكينا تاع النوالي اللي ديجا في المغرب سجل هدف مماثل وقبل حتى مع النادي الساحلي الاصناف الشابه سجل مثل هذه الاهداف من تسديدات بعيده. اجمل يفسخ هدف للنادي رياض البنزرتي كان يرجع في المباراه. هنا نادي رياض البنزرتي كان طالب بضربه جزاء. نادي رياض البنزرتي حاول باش يرجع في اخر لقاء وتيح له الشيء هذا في دقيقه 77 بتسديده ديفيي شويه هيك علاش غلطت اجمل ولو انه يتحمل فيها قدر كبير مسؤوليه لانه جاي من بعيد. الحقيقة النجم هذا الساحلي كان ينجم يسهل على روحه أكثر المأمورية بإضاعته لأكثر من ثلاثة أو أربعة فرص سنح التجيل وضعيات ثلاثة ضد اثنين ثلاثة ضد واحد هنا واحدة من الفرص. أشرف كرير قام بالمباراة المثالية بتاع العادة تصدى للهدف الثالث من شوات قاعد يخدم أكثر شوات على المستوى الهجومي قاعد يجيب في أكثر فرص. النجم رياضي الساحلي يخرج بثلاثة نقاط ثمينة وثمينة جدا ولكن كثير من التساؤلات والسؤالات ووضعية أكثر من غامضة للنادي الرياضي البنزرتي. نكملوا جوز المقابلات متأخرة معك متأخرة متبقية هاني أي نمشيو لمباراة مستقبل سليمان قوافل في القفصة مباراة انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف. نعرف زوز فرق هذوما يعانيو شوية لكن بعد المباراة يبدو أن مستقبل سليمان بدا يصعد مرتبة تاسعة حاليا. المباراة بدأت بمحاولات لقوافل في القفصة كيف كيف مستقبل سليمان دخل المباراة أيضا عازم على الانتصار. شفنا التصويبة هذية ثم بعدها يجي التصويبة أخرى توزيعة وما توصلش للمهاجمين. كيف كيف مستقبل سليمان حاول ديما يلعب على الجهة اليمنى خاصة نتاعو جهة يوصل للدفاع قوافل القفصة لكن هذايا نشوفوا الهدف الأول لمستقبل سليمان هدف بإمضاء سيدي سار ملاعبي هذا اللي مستقبل سليمان عندهم لاعبي دي زيترونجي اللي عندهم قيمة فنية جيدة جدا. قوافل القفصة خرج من مناطق وحاول يعادل النتيجة في أكثر من مرة هذايا التسديدة هذايا يلعب الكرة وكيف كيف تسديدة من بعيد لكنها تجانب المرمى. قوافل القفصة واصل ديما حب يرجع في المباراة وحب يرجع في السكور تسديدة أخرى بعيدة برشا من القوافل الرياضية بقفصة كيف كيف ديما التوزيعات على الجهة اليمنى الجهة اليسرى كرات طويلة مرة أخرى كرة بعيدة والشوط الثاني قوافل القفصة واصل على نفس المنويل. فما تصميم كبير وإصرار على التعادل مستقبل السيمين اللي حاول بين الفينة والأخرى أنه يدعم النتيجة بتاعه ذي التصويبة وبامتياز حارس قوافل القفصة رامي الجريدي ذي شوفوا الهدف متاع قوافل القفصة هدف عن طريق الكالي تراوري هدف في دقيقة 59 تصويبة قوية برشا تمشي في شباك مستقبل سليمان. بعد الهدف هذايا شفنا تقريبا محاولات من الجهتين كل فريق حاول يظهر بنقاط المباراة لكن المباراة في الأخر تنتهي على نتيجة التعادل هدف مقابل هدف بالتالي مستقبل سليمان في المرتبة التاسعة 8 نقاط. قوافل القفصة للمباراة الثانية ما ينهزمش ويمشي للمرتبة 15 أوكي مازال في المرتبة قبل الأخيرة لكنه وقف على الأقل نزيف بتاع الهزائم وهكا نجم نشوفوا ربما تحسن في مردود قوافل القفصة. تبقى مباراة نجم المتلوي واتحاد بن قردان نفس النتيجة معز مباراة نجم المتلوي وقوافل واتحاد بن قردان عفوا 1-1 المباراة انطلقت بقوة الحقيقة شفنا فيها ديريكت موز فرق دخلوا في صلب الموضوع محاولات من نجم المتلوي صاحب الأرض والجمهور في أكثر من مرة على مرمى غيث أو نور الدين الفرحاتي عفوا دونك نجم المتلوي حاول في أكثر من مرة هذه المحاولة الثالثة تقريبا في الشوط الأول يشوف لاعب ضد أربعة يخرج يحاول يشوت الكرة لكن الكرة تمشي مباشرة في شباك اتحاد بن قردان هدف ممتاز جدا يجي لنجم المتلوي. كيف كيف من بعد شفنا الاتحاد بن قردان ما سلمش ما زالت المباراة في بداية الشوط الأول يرجع مباشرة ما ضيعش برشا وقت اتحاد بن قردان يسجل هدف التعادل ويواصل ما يسلمش في النتيجة بتاع المباراة. شفنا من بعد معز أنه زوز فرق دخلوا تقريبا في البريسيبيتاسيون بتاع تضييع الفرص فما برشا ريتم في المباراة فما برشا فرص اوكي لكن فما تضييع كبير الحقيقه للفرص. مباراه كانت نجم توفى باكثر برشا اهداف من هكا نشوفوا الكرات الثابته زاد كيف كيف ما فماش حسن استغلال الكرات الثابته التصويبات من بعيد حسن سوء تعامل هذه كره ثابته اخرى نجم المتلوي كيف كيف خارج الاطار الركنيات ديما نحكيوا على الكرات الثابته الحقيقه
توفرت برشا فرص في مباراة هذه الفرق، لكن نتيجة 1-1 بين الفرق وكل فريق يظفر بنقطة. شكرا لك هاني برامي كاكون. كملنا كل مباريات هذه الجولة، ما تبقى من الموفيولا نشوفوه بعد فاصل إشهاري قصير. مرحبا بكم من جديد في الموفيولا. مرة أخرى رحب بك سي محمد. شو بقية المباريات؟ أولمبي البيجي، الترجي الرياضي، الجرجيسي. دونك مقابلة الأولمبي البيجي والترجي الجرجيسي، نشوف هنا معز بن شريفية يحاول يستحوذ على الكرة، يمسها ديما نفس المادة، هي المادة 12، حتى كي يمس الحارس الكرة يعتبر مسيطر على الكرة. شوف المادة 12 قداش تحمي الحراس، هي اللقطة، شوف معز بن شريفية يلمس الكرة، هنا رفع رجل ومخالفة غير مباشرة، أسامة بن إسحاق في موقف ممتاز وممتاز جدا، قرار الحكم صائب سليم، قراره وقراره صائب في العملية هذه، هدف ملغى في محله. ضربة جزاء الترجي، ضربة جزاء دونك هنا باش تقدم العملية هذه على زوز مراحل. هل هناك تسلل أو لا؟ نشوف هنا عند انطلاق الكرة، هنا الخط بتاع 16 متر و50 يسهل لنا العملية، موقف المساعد المتميز يتابع في العملية، لا وجود للتسلل، ثم تدخل من الخلف بزوز أرجل على المهاجم. علاش مش ورقة حمراء هنا؟ خطر القانون تنقح لعدم معاقبة اللاعب مرتين في ضرب الجزاء وفي الإقصاء، تطيح العقوبة من ورقة حمراء إلى ورقة صفراء. دونك هنا قراءة سليمة من الحكم أسامة بن إسحاق، موقعه جد ممتاز، تسلل غير موجود وتدخل فيه ضرب الجزاء مع الإنذار. مباراة سليم ومقابلة متميزة لأسامة بن إسحاق. شو المباراة اللي بعدها؟ نادي المنزرتي النجم الساحلي. مقابلة هذه فيها 9 لقطات. 9 لقطات سي محمد. كل ما وصيتكش في بالي انا قلت لك عم 9 لقطات. الواقع يفرض نفسه. دونك انت اخترته براك سي محمد. شواط من النجم الساحلي يطالب بضرب جزاء، لكن هنا ثم تكتف عادي، لا ثم مسك، لا ثم عرقله، ولا وجود لضربة جزاء. اللقطة الثانية مطالبة النادي البنزرتي ايضا بضربة جزاء، نشوفوا مهاجم النادي البنزرتي يرتمي بدون حتى خطا، ومدافع النجم الساحلي ما يقوم بحتى عرقله وحتى اعتراض، وقرار الحكم دائما سليم. ما فيها سيمولاسيون هنا سي محمد؟ لا لا لا، كونتاكت لا يتطلب ضرب جزاء ولا يتطلب تمويه ايضا. واضح. اللقطه المواليه هدف النجم الساحلي، هنا بعد ما يسجل هدف لعب النجم الساحلي يحتاط، لا يتسلق المره هذه السياج، واللاعبين ولاوا على درايه بالقوانين، ما يتسلقش السياج خاطر يعرف ولا يعرف ولا ما نجمش يتسلق عليه سي محمد. لا لا جوات يمكن كان حاب يتسلق راهو تسلق، اما ولاوا بدرايه بالقوانين، وهنا تجنب الانذار، وهنا المهاجم ذكي بكل صراحه. واضح. اللقطه مطالبه النادي البنزرتي بضرب الجزاء في هذه اللقطه سي محمد. ونشوف هنا موقع الحكم ممتاز، مدافع النجم الساحلي يستعمل الصدر، ونشوف هنا لونجل دو فيزيون تاع الحكم جد متميز، و اون بون ليكتير دو جو، ولا وجود لضرب الجزاء ايضا. هي نفس اللقطه تو تتعاود، لا وجود لضرب الجزاء. نشوفوا هنا هنا المخالفه اللي جابت الهدف، اللي جابت المخالفه المباشره وسجل على اثرها النجم الساحلي الهدف الثاني. ايضا محرز المالكي قراءته سليمه، المخالفه والعرقله موجوده والانذار في محله، لان فرصه واعده للتسجيل، جاء على اثرها هدف، وهدف شرعي، والمخالفه اللي جابت الهدف ايضا شرعيه. موجود. مطالبة النادي البنزرتي بضرب الجزاء. النادي البنزرتي أيضا بضرب الجزاء. شوفوا هنا من اللونج الذي ما يعطينا حتى شيء، شوفوا لقطة عادية ما فيهاش حتى عرقلة. الحقيقة تجينا من الكاميرا بيهايند رايت، خلف المرمى. هاي تو باش تجي العملية. هنا مع الأسف محرز المالكي ينظر لاعب النادي البنزرتي وتعامل مع اللقطة على أساس تمويه، لكن عندنا الكاميرا وراء المرمى باش تظهر الحقيقة. هذه إعادة للقطة، العرق هنا إني با إيفيدونت، لكن نشوفوا هنا، نشوفوا لهنا بون، مازلنا نستناو في الزاوية، هذه الزاوية، شوفوا لو جيست سوبليمونتير بتاع المدافع، هنا تقف الصورة، لو جيست سوبليمونتير، هنا هنا العرقلة، هذا يتسمى أن جيست أديسيونيل، زايد، فوالا، قام به المدافع. مالوريزمون محرز المالكي كان اول لقطه يكون بعيد عليها، ما ياخذش القرار السليم، ياخذ قرار عكسي اللي هو التمويه، بينما كان عليه الاعلان بضربه جزاء للنادي البنزرتي. واضح. اللقطه المواليه، اللقطه المواليه هنا مطالبه ايضا النادي البنزرتي بضربه جزاء، لكن نشوفوا عند انطلاق الكره لهنا هذا البونتو، هذا الهدف، عفوا هنا الهدف، باش نركزوا على اللاعب اللي عمل الانترفونسيون، حرك ساقيه وحاول يمس الكره، شفناه عند انطلاق الكره في موقف سليم. دونك هنا كي يبدا اللاعب الذي تداخل مع اللاعب في موقف سليم
يصبح الهدف سليم وهدف النادي البنزرتي تضليل الفارق هدف شرعي. شوفوا اللاعب اللي عنده سبوت فوقه عمل الحركة تابع الكرة وهدف النادي البنزرتي أيضا سليم. اللقطة الموالية، اللقطة الموالية مطالبة النادي البنزرتي بضربة جزاء، لكن كما قلنا هنا ما نحكيوش على ضربة الجزاء طونكو يبدأ مسبوق بالتسلل. كيفاش التسلل هنا باش نطلعوه؟ عند انطلاق الكرة باش عندنا إيماج فيكس هنا، هنا انطلاق الكرة نشوفوا عملنا هنا المجهر خاطر ما عندناش كاميرا أوف سايد توضح أن اللاعبي النادي البنزرتي كانوا متقدمين على الأقل نصف خطوة على ثاني آخر مدافع، وهنا بطبيعة الحال رغم عرقلة الحارس المهاجم فكل ما يأتي بعد التسلل لا يتم اعتباره، وهنا التسلل ونكتفي بالتسلل ولا نمر لتحليل لقطة ضربة الجزاء. واضح. اللقطة الموالية هجوم للنادي البنزرتي، نشوف هنا الحارس علي جمال يستحوذ على الكرة يسيبها ثم يعاود يستحوذ عليها، نشوف هذه الزاوية ممتازة يستحوذ على الكرة يسيبها يعاود يخوها، هنا كان الحكم مخالفة غير مباشرة ضد الحارس في مكان تسلم الكرة على الخط الموازي اللي 5.50 متر معنا في مخالفة في آخر لقطة، هذه مخالفة ضد الحارس في نفس المكان غادي اللي فوالا مخالفة غير مباشرة لعلي جمال، هنا الحكم ما تفطنش بها وحتى المساعد بتاعه ما تفطنش بها. المباراة الأخيرة مستقبل سليمان قوي في القفصة، مقابلة هذه فيها ثلاثة مطالبات بضرب جزاء، لاعب قوي في القفصة مستحوذ على الكرة، لكن لاعب مستقبل سليمان يقوم بمكاتفة كتف لكتف، هذه مكاتفة تسمى مكاتفة شرعية ولا وجود لضرب جزاء لقوافل قفصة رغم استحواذ المهاجم. واضح. أيضا هنا مطالبة بضرب جزاء أخرى لقوافل القفصة، لكن نشوف هنا المدافع كيف تدخل على الكرة ولم يتدخل على رجل المهاجم، شوف كيف حرك الكرة عملها إن بيتي ديفياسيون، دونك هنا استحوذ على الكرة وتدخله سليم، الكرة تحركت ولا ديفياسيون موجودة. في المقابل مستقبل سليمان لعبيته طالبوا بضربة جزاء في هذه اللحظة. أيضا مستقبل سليمان طالب بضربة جزاء، نشوف مدافع قوي في القفصة حاول يطلع باش يلعب الكرة بالرأس يعرقله بدون أن يصعد الكرة، المرة هذه مدافع مهاجم مستقبل سليمان، بالعكس ما فماش ضربة جزاء لمستقبل سليمان تولي مخالفة لفايت قوافل القفصة، ثلاثة مطالبات بضربة جزاء لا وجود لها ومقابلة طيبة لسيف الورتاني. شكرا لك سي محمد بن حسن، نكملوا كالعادة بالرابطة المحترفة الثانية، هذا هذه أهداف ستة مباريات من الجولة الرابعة. نهاية الأسبوع الفارط دارت مباريات الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في جولتها الرابعة. أبرز لقاءات الجولة هذه كانت منقولة كالعادة على منصة ديوان سبور. سبورتينغ المكنين ينهزم ضد المستقبل الرياضي بالمرسى بهدفين مقابل واحد. ريمونتادا كانت في المباراة هذه للقناوية بعد ما تقدم سبورتينغ المكنين في النتيجة عن طريق مالك الهيشري. مستقبل المرسى عدل النتيجة عن طريق عثمان القروي وياسين الزويري يسجل هدف ثلاثة نقاط في الدقيقة 95 لفريق الصفصف. النادي القربي يضرب بقوة أمام الهمهامة، أبناء قربة ينتصروا ضد نادي حمام الأنف 3-0. ربيع بوزيد سجل الهدف الأول للنادي القربي وثنائية كانت لعلي صالح في الدقيقة 40-81. في ملعب جابس المحيط القرقني يعود بفوز ثمين أمام الملعب الجابسي 2-0 لأبناء لوسيكا. أهداف المحيط سجلهم أحمد الشلي في الدقيقة 27 وأيمن العمدوني يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 64. ثلاثية أخرى في الرابطة الثانية في الويكند الفارط، هلال رديف يضرب بقوة أمام الهلال الشابي 2، محمد خليل يسجل أولى الأهداف، غيث سعد يسجل الهدف الثاني في 27 وياسين جديدي يسجل ثالث أهداف رديف في 46. مباراة النجم الراتسي وجندوبة الرياضية تنتهي بفوز الضيوف 0-0. بونتو جياس سجلوا إلياس مفتاح في 69 من المباراة. وفي ملعب حمد العواني الشبيبة الرياضية القيروانية تضرب بالثلاثة أمام المستقبل الرياضي بالقصرين. أهداف الشبيبة القيروانية كانوا عن طريق الثلاثي إيهاب الترودي، وليد الجربي وأسامة بن مليحة. بالرابطة الثانية نكونوا انهينا حلقة اليوم من لابري ماتش. ناصر شكرا لك، حسام شكرا، مالك
وجدي وسادة، احنا نتلقاو كالعادة نهار الاثنين الجاي، إلى اللقاء في الأمان، سبحان الله.